السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله السلام جميعا. عليكم. هيك الله دكتورة، حياك الله دكتورة. أسعد سمعتني؟ الله مساء الجميع. أي الصوت واضح دكتورة؟ أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. اليوم إن شاء الله مع الدكتورة المدربة الدكتورة هدى الغامدي في استعراض لأهم مهارات البحث العلمي اللي يحتاجها كل طالب دراسات عليا. الدكتورة إن شاء الله راح تعرف بنفسها وتقدم لنا إن شاء الله الليلة ما فيه الفائدة والنفع بإذن الله تعالى. أولا شكرا لك دكتورة على كريم استجابة الدعوة، ونتمنى لك التوفيق على بركة الله. تفضلي. الله يكرمك دكتورة، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة هدى الغامدي من كلية العلوم قسم الأحياء. طبعا حنبدأ اليوم بإذن الله تعالى دورتنا. ما أعرف إذا الصوت واضح عند الجميع أو لا. تمام، والعرض واضح. طيب نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والذي هو أعظم الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا يطيب لي ويسعدني أن ألقاكم اليوم، وأشكر الجميع على الحضور، وأتمنى أن ترقى هذه الجلسة إلى مستوى تطلعاتكم وأهدافكم المرجوة. طبعا بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الملك خالد على جهودها الحثيثة واهتمامها بأعضائها وطلابها ومنسوبيها، فلها منا جزيل الشكر والعرفان. أشكر عمادة البحث العلمي على الدعم المتواصل والخطة الحثيثة، وأخص بالذكر طبعا الدكتورة زهبة جزاها الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لفريق العمل المتفاني في عمادة التعليم الإلكتروني. بارك الله فيكم جميعا، وشكر لكم سعيكم وجهودكم. اليوم بإذن الله تعالى سيكون لقاءنا ماتع، يحمل الكثير من المعاني والمناهج والإضاءات، ولأني متأكدة بأن هناك الكثير من العقول اليوم التي تحضرنا والتي لديها أكثر مما لدي. فبإذن الله تعالى اليوم الحلقة حتكون حلقة نقاش نتبادل فيها الآراء والخبرات. وطبعا أكيد جميعكم يعني ملاحظاتكم وحتكون إثراء لهذا اللقاء. طبعا اليوم بإذن الله تعالى حنبدأ جلستنا. حنبدأ الآن نستعرض أول محاور. نرجع بس معلش عفوا للبداية. طبعا نستميحكم عذرا في رداءة الصوت، والله أني أمر بواكة صحية، لكن إن شاء الله بإذن الله أن الأمور تكون يعني under control. عموما اليوم بإذن الله حنناقش منهجية ومهارة البحث العلمي and the research paradigm. حنلقي الضوء بإذن الله تعالى على أهم المحاور. الآن حتظهر لدينا مجموعة من المحاور، أنا حاول أفصلها في two sessions. يعني في البداية حنتكلم عن the research paradigm اللي هو لدي مجموعة من المكونات المهمة اللي لها علاقة مباشرة ووثيقة بأصالة البحث العلمي، اللي هي بتتمثل في الانتولوجي، الابستمولوجي، الميثود، الميثودولوجي. السيشن الثاني بيتكلم عن مهارات البحث العلمي، الكتابة الأكاديمية، المعايير الكتابة الأكاديمية، الكتابة النقدية، القراءة النقدية، كيف أكتب المقدمة، كيف أكتب الدراسات السابقة، معايير النتائج والمناقشات كيف أصيغها، الخاتمة. كل جزء في البحث العلمي بيحتاج إلى مجموعة من المعايير لابد أن تكون مضبوطة ليتم إخراج هذا الجزء بالشكل المطلوب. فبإذن الله تعالى اليوم حنلقي الضوء على الجزء الأول اللي هو The Research Paradigm، اللي أنا أعتبره الإطار والمنهج اللي بيقود أو الغايدلاين نقدر نسميه للباحث. وبعد ذلك سنلقي الضوء على أهم المهارات التي لابد أن تكون لدى الباحث ويمتلكها لكي يمتلك القوة البحثية. فهذه هي المحورين أو الأساسيين اللي حنتطرق لها في البداية. طبعاً في مجموعة من الإرشادات أمل من الجميع أنه
يلتزم فيها يعني لتعم الفائدة. أتمنى أنه الجميع يكون إيجابي ويشارك في التمارين التطبيقية، لأنه هذه المشاركة حتعطينا نوع من الاستفادة المثلى. أرحب بمناقشة الأفكار وطرحها وإثراء جلسة النقاش. ما أحب أسلوب أن أنا أجلس أعطي معلومات وألقن، أحب أن نناقش الفكرة لنخرج بأفكار جديدة، وأنا متأكدة أن الجميع لديه أفكار رائعة. يمكن للمتدرب السؤال أو الاستفسار. أنا هحاول أفصل الجلسة إلى جلستين زي ما ذكرت، الدورة التدريبية لجلستين، الجلسة بتتحدث عن الريسيرش بارادايم، وحنعمل بعدها مجموعة من الأسئلة، ثم ننتقل إلى الجزء الآخر عشان فقط يعني أتأكد أن الصورة واضحة لدى الجميع. طبعا في برضو مجموعة من الهنتس، أتمنى أنه يعني أنا أكيد أنكم أعلم بها مني، لكن فقط للتذكرة أنه في البداية نحاول أنه نجدد النية ونخلص، لعل الله يبارك لنا العمل ويبارك لنا الوقت ويبارك لنا الجهد، ونتذكر وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم، ونسأله تعالى السداد والتوفيق. كمان أتمنى أن نلتزم بالتدوين وتسجيل الملاحظات، لأنه يعني ما أخفيكم وعشان أكون صريحة مع الكل، أنا ما يعني أغلب المعلومات الأساسية والمهمة ما سجلتها في العرض، تركت فقط titles and subtitles، لأنه أحب أنه المشاركين يدونوا أفكارهم أو يدونوا الأفكار والمفاهيم بطريقتهم. يعني أنت لما تأخذ المعلومة وتعالجي. السلام عليكم، معلش نعتذر عن الانقطاع. طيب، كنا في هذه الشريحة اللي هو أعطي سبب لحضور الدورة وما هي أهم توقعاتك وتطلعاتك. أنا بس حابة أني أنا أخذ تطلعاتكم توقعاتكم من الحضور، لأنه هذا الشيء أكيد بيهمني، حابة أنه أعرف هل محاور الدورة حتغطي هذه التطلعات والتوقعات، ولا في شيء أنا يعني سقط سهوا. فأتمنى أن الكل يكتب في الشات تطلعاته حول هذه أو من حضوره هذه الدورة، وأتمنى أن الكل يشارك. أكيد مشاركتكم حتكون حتعطي إضافة للجلسة. ودائما لما نكون مقتنعين بشيء معين وعارفين أسبابه، هذا بيدعمنا نفسيا أن إحنا نتبنى الأشياء اللي بنتناولها بالدراسة. فمهم جدا أكون عارفة أنا ليش جاية، عندي رؤية واضحة عن تطلعاتي من خلال هذه الجلسة اللي حأجلسها، بإيش حأخرج وكيف حأخرج. فهذه أشياء مهمة جدا لازم أناقشها، يعني أنا لو حتى لو أكتبها بس مع نفسي هذا for me it's enough يعني. طيب، حنسمع شوية أشياء عن البحث العلمي. أتمنى نركز لأنه حأسأل كذا سؤال من بين السطور.
طبعا كل هذه إجراءات مهمة، لكن أنا بالنسبة لي الأهم إنه القناعات تجاه البحث العلمي. يعني عشان نرسخ ماهية البحث العلمي وأهميته ودوره ودورنا تجاهه، لابد أن نبدأ بالقناعات في البداية. يعني لما أنا أجي أسألك أقول لك ما هو رأيك وقناعاتك حول أهمية البحث العلمي بكل مصداقية وشفافية، يعني هل why research is important for students or for anyone؟ ليش البحث يعتبر حاجة مهمة؟ وما هي قناعاتنا تجاهه؟ يعني خلونا نحاكم المعلومات والأفكار اللي لدينا تجاه البحث العلمي. إيش تصوراتنا الذهنية تجاه البحث العلمي؟ إيش معتقداتنا تجاهه؟ أين نحن منه وأين هو منا؟ يعني هذه في نظري هي الفيرست ستيب عشان نخلق مجتمع بحثي راقي. فأنا لو جيت سألتك وقلت لك ما هو رأيك وقناعاتك حول أهمية البحث العلمي، إيش حتجاوبي؟ حتجاوبي بكل صراحة من غير ما يعني تدخلي في بوتقة المثالية، وإنه البحث مهم، وإنه لما نقول البحث مهم حأسألك سؤال مباشر، أنت ماذا فعلتي حيال البحث؟ أو ماذا تعرفين حول ماهية البحث؟ أو ما هو دورك؟ أو ماذا أنجزتي؟ فالقناعات دائما تقود إلى السلوك. فلما نجاوب بشفافية متناهية، يعني إحنا مع إن نرى أنفسنا أين هي، وليس نصنع مكان لنفسنا غير موجودين إحنا فيه. فهذا أول نقطة للانطلاق، أنه أنا أعرف أنا أين أقف. أتمنى نكتب على الشات أو حتى في الورقة اللي معاك، لو أنت ما أنت حابة تشاركي برأيك اكتبي في الورقة اللي معاك أو في الشات لو حابة أنه تشارك الآخرين رأيك، أي أو تشارك الآخرين رأيك، قناعتك حول أهمية البحث العلمي. هل ترى أن فعلا البحث العلمي مهم وأنه ذا جدوى، ولا هو ما له أي قيمة؟ أتمنى نكتب وتشاركونا رأيكم. تفضلوا دقيقة واحدة بس عشان نكتب قناعتنا حول العلم، لأن هذا الموضوع بيهمني كثير، هو الأساس لعملية التأسيس المنهجي لمنهجية البحث. عشان أنا أقدر أسس منهجية البحث لابد أن يكون عندي عقلية مؤمنة بأهمية البحث. نكتب إجاباتنا لو تكرمتوا قبل ما ناخذ الإجابة. يعني نبغى بس نشوف كده رأي أو رأيين على الأقل. يعني ما شاء الله يا دكتورة، المشاركات في الردود كثيرة جداً. أها، إيش قالوا؟ طيب أبغى أعرف. ممكن لحل مشكلة أو توصيف ظاهرة أو تطوير مفهوم سابق لنواكب تطور عصري، هذا رد. ممكن في تحليل الظواهر وتفسيرها للبحث. أعتذر من الجميع إذا ما قرأت المشاركات لأنها ما شاء الله سريعة وما لحقت. في البحث العلمي هو السبب الأول لتقدم المجتمعات، لأن المخرجات تكون دقيقة وبعيدة عن الآراء والرغبات. البحث مهم رائع، للحياة، مهم لتفسير سلوك أو دراسة حالة، فتح مجالات للتعليم أو نمو نظريات جديدة. والله دكتورة ما نبلحق ما شاء الله تبارك الله، يعني واضح أن الجميع يعني في قناعات رائعة عندنا حول البحث العلمي. هذا ما يهمني. رد من الأستاذة زهرة تقول رفع اسم وطني، طبعا هذا هدفنا جميعا، رفع راية الإسلام ورفع اسم الوطن. مهم لاستكشاف الحلول لعدد من المشاكل. اعتقادي أن التطور الذي وصلنا إليه بسبب الأبحاث، التوسع في العلوم. بالنسبة للأخت نوف، نص المشاركات، لا ممكن تفتحين الشات وتشوفين المشاركات، افتح الشات وتشوفينها. رائع ما صراحة، شاء الله، يعني كثير كثير دكتورة، والله فعلا أنا ماني ملحقة والله أقرأ. خلاص نكمل. الله يعطيك العافية يا دكتورة، شاكرة لك. طبعا جميل أن يكون عندنا هذه القناعات، وأنا مؤمنة بعقول بناتنا. أكيد أن يعني
ودائما ما يعني أعزز فيهم هذا الاتجاه أن هم يعني حيكونوا قدرات رائعة وهائلة، وإحنا مدينين لهذا الوطن بالكثير أكيد، ولابد أن نتحمل مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه مجتمعنا، ويكون توجهنا إيجابي تجاه المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه. في كلمة رائعة لغازي القصيبي رحمه الله، بيقول أنه الطريق إلى التنمية يمر أولاً بالتعليم، وثانياً بالتعليم، وثالثاً بالتعليم. التعليم باختصار هو الكلمة الأولى والأخيرة في ملحمة التنمية، والعلم والسيادة أكيد ارتباط وثيق بينهما. من أراد السيادة فعليه بأربع: العلم والأدب والعفة والأمانة. فأكيد أن ما نستطيع أن نفصل بين السيادة النهضوية وبين البحث والعلم، وهذه أمور أكيد من المسلمات، لكن لابد أن نصنع قناعات قوية تجاهها، عشان هذه القناعات هي اللي بتحركنا نحو سلوك قوي. وكما هو واضح في بيت الشعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فلما إحنا نتبنى هذه الفكرة أكيد حتقودنا مباشرة إلى أن إحنا نتبنى فكرة البحث العلمي ونعيش، وإحنا نحاول أن نستطيع أن نمارسه بكل آلياته الصحيحة. وطبعا معروف أن البحث العلمي هو طريقنا إلى السيادة النهضوية والريادة المعرفية. ورغم طبعا أن الخطة، إحنا لو وصفنا حالنا الخطة بتكون متعثرة والطريق طويل، لكن لابد أن ندرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وأنه كل فرد فينا عليه مسؤولية تجاه بلده وتجاه، ولابد أن يكون مدين لبلده ومدين لجامعته ومدين للمكان الذي يعيش فيه بمسؤولية يتحملها تجاهه. وأكيد إحنا حنكون قادرين بإذن الله على أداء هذه المسؤولية على أكمل وجه. طبعا نحن الآن نعيش في عالم حيث لا يمكن لأحد منا أن يظل على حاله وأن يتوقف عن البحث والتعلم. إذا لم نتقدم فطبيعي سنتقادم، هذه يعني أكيد من المسلمات. و طبعا لو جينا نقول نبغى نطلب تعليق على هذه العبارة فقط كمدخل عشان نبدأ ندخل في موضوعنا: عليك أن تمتلك عقلية قابلة للتعلم، تكون متفهمة للأشياء الجديدة، ومتواضعة بما يكفي لإدراك أنه ربما يكون هناك الكثير من الأمور التي لا تعرفها جيدا. هذه هي عقلية الباحث باختصار شديد. لما أنا أملك هذه العقلية اللي بأترك لها المجال إنها تتعلم، وبأعطيها فرصة، وما بقول إنه خلاص ستوب، أنا لما تخرجت من الجامعة إنه ستوب ستادينج، ولا إنه أنا أخذت الدكتوراه خلاص ستوب، لا، أنا لازم أملك عقلية تكون قابلة للتعلم فور إيفر، قابلة للتعلم من الكل، متفهمة في أشياء جديدة. لابد أن أتواضع بما فيه الكفاية لأعرف أن الكل قد يستطيع أن قد أستطيع أن أتعلم من الكل. فهذه العقلية هي عقلية الباحث المهمة اللي لابد أن نرسخها في أذهاننا، عشان أنا تكون عندي عقلية قادرة على إدارة البحث العلمي بشكل جيد. لابد أن تكون بهذه الصورة: عقلية قابلة للتعلم، عقلية متواضعة، ترى أن هناك أمور كثيرة لا أعرفها، ولابد أني وحكون سعيدة لو تعرفت عليه. حتى طالباتي، أنا دائما أكون سعيدة حتى طالباتي لما أعطي المجال لنفسي أني أتعلم حتى من طالباتي، لأنه فعلا أوقات كثيرة بيعلموني أشياء جميلة، وهذه العقلية هي اللي بتصنع الفارق. طبعا هذا كله كان مدخل لعملية البحث العلمي، وأنه إحنا لازم نؤصل قناعاتنا وتوجهاتنا تجاهه، ويكون في إيمان داخلي بأهميته. الآن عرفنا أنه البحث العلمي، وتأكدت أنه عندكم قناعات جميلة ورائعة بأنه البحث العلمي مهم، وأنه هو الذي سيقودنا إلى التنمية، هو الذي سيجعل منا أناس قادرين على أن نقود بلدنا في المكان المناسب، ونقود مجتمعنا اللي إحنا نعيش فيه ومدينين له بالكثير، ونقدم له ما يستحقه. لكن الآن هذا ما يكفي، يعني أنا لما أصل هذه العقلية لابد أن أعرف كيف سأسير، وكيف سأصل إلى المكان المناسب، وكيف سأقدم، إيش الشيء اللي أنا حأعطيه، أين سأقف، هل المكان اللي أنا أقف فيه هو المناسب لطاقاتي، لنقاط قوتي، لنقاط ضعفي؟ إذن هذا ما ينفصل عن هذا، ما يكفيني أكون عندي عقلية يعني مؤمنة بأهمية البحث، لابد أيضا أن يكون عندي مهارات، وهذه مسؤوليتي، أنه أنا أبدأ أتعلم وأبدأ
أطور من نفسي لأصل إلى المكان المناسب. اليوم بإذن الله تعالى في هذه الدورة حنلقي الضوء على أهم معالم البحث العلمي. إيش الأشياء اللي المفروض لابد أن تكون في ذهني حاضرة عشان أستطيع من خلالها أن أقوم ببحث علمي بطريقة سلسة وما أتوه وما أقطع طريق طويل ثم أضطر أو أكتشف فجأة أني أنا رجعت لنقطة الصفر؟ هذه كلها الأمور يقع فيها الباحث للأسف. لكن لو بدأ بتأسيس وتأصيل منهجي لمنهجيات ومناهج ومهارات البحث العلمي، أكيد حيكون الطريق سهل وممتع وجميل والنتائج رائعة ومبهرة. فهذا ما حنأصل اليوم بإذن الله تعالى في جلستنا، وأوعدكم إن جاهدة أني أحاول ألقي الضوء على أغلب الأشياء. وطبعاً أكيد علمي قاصر، وأكيد في ناس موجودين بيكونوا أفضل مني بكثير وفي انتظار إثراءهم لحلقة النقاش، لكن أنا يعني سأدلي بعلمي القليل في هذا المجال، وأسأل الله تعالى أنه يكون نفع للجميع. حنبدأ السيشن الأول اللي هو زي ما اتفقنا من البداية، اللي هو الخاص ب الريسيرش بارادايم. أنا ما أعرف إذا أنتوا قبل كده تعرفتوا أو عندكم فكرة أو خلفية أو باك جراوند عن الريسيرش بارادايم. What does that mean؟ والكومبوننت أو يعني ما معنى الريسيرش بارادايم وإيش مكوناته وما هي علاقته بالباحث وما هي علاقته بالبحث، وأنا إيش هستفيد لما أنا أعرف إيش معنى الريسيرش بارادايم؟ عفوا، هذا كله اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى حنتعرف عليه في هذه الجلسة. في البداية لما أنا أتكلم عن البحث العلمي، البحث العلمي يبدأ بإيش؟ يعني أنا الآن أنا خلاص صار عندي إيمان ويقين بأهمية البحث العلمي، وصرت إنسانة أشعر بمسؤوليتي تجاه مجتمعي، ودخلت هذا المجال وأبغى أعمل بحث. بداية الطريق، أول مرحلة أو أول خطوة إنه يكون عندي ماذا؟ إيش الشيء اللي حستند عليه في بداية البحث؟ الآن حبدأ رحلتي البحثية، لابد أن يكون عندي ماذا؟ أتمنى تجاوبوا كذا إجابات سريعة. إيش المكون الأساسي عشان أبدأ رحلتي البحثية؟ الآن أنا وضعت نفسي في مجال بحثي وحبدأ أبحث، طيب إيش المكون الأساسي اللي لازم يكون في يدي عشان أبدأ هذه الرحلة؟ ما أعرف في إجابات؟ تحديد المشكلة، مشكلة أو فكرة، ولدة مشكلة أو فكرة، عنوان البحث. تقريبا هذه دكتورة مشكلة حلو، يعني لازم يكون عندي شيء الأساسية. أنا أريد أن أقوم بحله، فجوة، ريسيرش جاب، مشكلة أيضا برضو جيدة، يعني لازم يكون عندي شيء أنا حأستند عليه عشان أبدأ أعمل البحث. أنا ليش هعمل بحثي؟ لأنه عندي مشكلة معينة أو عندي جاب نوليدج في منطقة غير معروفة إلى الآن، still need more study، فهذه اللي أنا حأبدأ منها. طيب أنا تكونت الآن عندي، حنعرف لاحقا إن شاء الله كيف حنكون الفجوة البحثية وكيف حنصيغها ومن أين سوف أحصل عليها، لكن الآن موضوع ريسيرش بارادايم. أوكي، فسنتجاوز المشكلة والفجوة البحثية عشان ندرسها لاحقا. طيب تكونت عندي الفجوة البحثية والآن سوف أنطلق، تمام، سوف أسير في رحلتي البحثية. طب كيف أسير؟ وفين أتجه بالضبط؟ وين أروح؟ ماذا أخذ معي؟ كيف أسير؟ بأي اتجاه؟ إيش الطريق اللي المفروض أسلكه؟ في هذا الطريق إلى ماذا سأحتاج؟ هذه الإجابات كلها سأجدها في هذه الدائرة، دائرة الريسيرش بارادايم، اللي هو منهج البحث. البارادايم means منهج، معناها منهج. لما أنا أجي أعرف المنهج، المنهج هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن إطار، عبارة عن نموذج أنا أقف فيه وأتبع هذا الإطار وأسير عليه، ويكون محدد لخطواتي واتجاهاتي. فالريسيرش بارادايمز معناها فلسفتي في التفكير تجاه أغراض البحث اللي أنا حاقوم فيه. تشكلت عندي الفجوة البحثية، من خلال الفجوة البحثية حتبدأ تظهر الأغراض البحثية، صحيح؟ يعني أنا مثلاً صار عندي مشكلة معينة، لنقول مثلاً أنه أنا أريد أن أثبت أن هذا المستخلص النباتي الطبيعي يعمل كمضاد حيوي، تمام؟ هذه الفجوة البحثية اللي أنا حشتغل عليها.
طيب الأغراض البحثية حتعتمد على إيش؟ على الفجوة. أنا أريد أن أثبت، يعني حأستخدم مجموعة من الأفعال like يثبت، يفحص، يقيس، يختبر، صح؟ صحيح ولا؟ معايا متفقين؟ في حالة أنكم مختلفين في أي شيء أتمنى أنكم يعني تشاركوا بآرائكم. فأغراض البحث حتدلني على منهج البحث اللي هو الريسيرش بارادايم. في عندي مجموعة من المناهج، يا يكون بحثي بوزيتيفيزم، يا يكون انتربريتيف، يا يكون كريتيكال، يعني يا يكون علمي، يا يكون نسميه تفسيري او انتربريتيف او ممكن استكشافي او كريتيكال نقدي. طبعا في مجموعه اخرى بس هذه هي الشائعه. هذه بسميها ايش؟ بسميها مناهج البحث. أتمنى لكم تكتبوا هذا الكلام لأنه غير موجود في السلايدات. هذه بسميها مناهج البحث، research paradigm. يا بحثي بيكون علمي وحيستخدم مجموعة من الأفعال اللي هي يثبت، يفحص، يقيس، يختبر، يقيم. يا منهجي حيكون استكشافي أو تفسيري، وبالتالي حتكون أغراض البحثية كلها يفسر، يستكشف، يكتشف. يا حيكون نقدي، معناها أنه يغير، يرفع مستوى، يزيد من مستوى الوعي. إذن أنا الآن أسست للمنهج، صح؟ وضعت أساس لمنهجي البحث اللي أنا حسير عليه. يا حيكون بوزيتيفيزم، يا حيكون انتربريتيف، يا حيكون كريتيكال، اعتماداً على الفجوة البحثية. إذن الفجوة البحثية حددت لي الأغراض البحثية اللي مباشرةً معها حيظهر منهج البحث. يعني لو رسمنا كده دائرة في النوت اللي عندك، هنقول إن الفجوة البحثية ظهرت، تمام؟ أول ما ظهرت الفجوة البحثية أنا بدأت أعرف الأفعال اللي هستخدمها عشان أنا أختبر هذه الفجوة أو أبحث فيها. بمجرد ما تظهر عندي الأفعال هأعرف هل أي منهج مرتبط بهذه الأفعال. الأفعال المنهج العلمي دائما يكون مرتبط، علمي يكون مرتبط بالاختبار، بالفحص، بالتحليل، بالتقييم. الاستكشافي يكون مرتبط بالتفسير، يستكشف، يفسر. إذا منهجي هنا استكشافي وليس علمي. لما حأرفع من مستوى الوعي، لما أنقض ظاهرة، لما أغير فكرة معينة، إذا أنا هنا في المنهج الإيش؟ النقدي. إذا هذا فكر فلسفي أنا لازم أكون فهمته عشان أكون فاهمة أنا فين رايحة وفين حأوصل وإيش حأخذ معايا في طريق، تمام؟ هذا الريسيرش بارادايم. طيب مكوناته، مكونات هذا البارادايم المنهج، حيظهر عندي الأونتولوجي في البداية، وبعدين الإبستومولوجي، وبعدين الميثودولوجي والميثود. إذن في عندي أربع مكونات للريسيرش بارادايم: أونتولوجي، epistemology، وعفوا أرجع لكم بس عشان لو تبي تكتبوها. بالنسبة للأنتولوجي والإبستمولوجي للأسف ما يوجد ترجمة مباشرة. It's so difficult to translate to in Arabic لأنه ما حنقدر نترجمها. أنتولوجي تترجم كلمة غير يعني بالعربية ما حيكون لها ذات الدلالة نهائيا. الميثودولوجي طبعا عارفين إنها هي منهجية، والميثود حنتعرف عليها الآن لاحقا. إذا عندي أربع مكونات للريسيرش بارادايم لازم أكون عارفتها وعارفة أنا إيش علاقتي فيها، اللي هي زي ما ذكرنا الأنتولوجي، الأبستمولوجي، الميثودولوجي، الميثود. طيب ريسيرش بارادايم I know إنه it's يعني quite critical، بس لما أنا أفهمه حتزول الضبابية اللي أشعر فيها لما أجري البحث. دائما كلنا لما ندخل في مجال بحثي معين نشعر انه في ضبابيه معينه. انا ماني عارفه ليش اخترت هذا الشيء، ما اخترت هذا الشيء، ليش ماشيه في هذا الطريق مش في هذا الطريق. هذه كلها تزول تماما لما انا اكون عارفه ايش يعني ريسيرش بارادايم، وات بارادايم مين الديفينيشن والكونسبت المين كومبوننت اوف بارادايم، تمام. الان نجي نشوف الانتولوجي، وات داز انتولوجي مين، وايش حتى إيش حتقدم لي الأنتولوجي أساساً لما أنا كباحثة. يعني الأنتولوجي هي لما أنا أجي أقول in English يعني what's the reality، okay، اللي هي in Arabic يعني نظرة الباحث للمشكلة. خلوني أشرحها كده بطريقة يعني
أسهل. لما أنا أجي أقول لك في ظاهرة معينة، أعطيني رأيك الشخصي تجاهها، تمام؟ طيب رأيك الشخصي هذا حينبع من إيش؟ يعني رأيك اللي أنت حتقولي تجاه هذه الظاهرة من فين حيجي بالضبط؟ حيجي من خلال تصوراتك ودراساتك السابقة وخبراتك، كل هذه الأشياء حتعطيك محاكمة عقلية لهذه الظاهرة. تماماً الأنتولوجي هي هذا دورها تجاه البحث، إنها هي حتعالج كل الخبرات والنصوص والدراسات والأشياء اللي أنت عملتيها عشان تصلي لهذه النقطة، وتعطيكي رأي تجاه هذا البحث. الرأي هذا حيكون مهم جدا، لأنه هو اللي حيدلك على الطريق، حيدلك على المنهجية وعلى الأدوات اللي حتاخديها في طريقك. أبسط أكثر، يعني أنت مثلا الآن في منطقة واي، ومطلوب منك أنك تتحركي باتجاه منطقة إكس. في طريقك لمنطقة إكس مطلوب منك حتصادفي مجموعة كبيرة من الأدوات والآليات. مطلوب منك أنك تاخذي معاك في طريقك لإكس مجموعة كبيرة من هذه الأدوات، تختاري، يعني حيتاح لك فرصة الاختيار. على أي أساس حتختاري؟ على أي أساس حتختاري الأدوات والآليات اللي حتاخديها معاك؟ على أي أساس؟ على أساس محاكمتك العقلية للشيء اللي المهمة اللي أنت حتقومي فيها، صح؟ أنت حتروحي إكس عشان تقومي بمهمة، نوع هذه المهمة حيخليك تختاري الأدوات والآليات. الانتولوجي حتقوم بنفس الدور، حتعطيكي فرصة أنك أنت تحاكمي بحثك، وبالتالي تختاري الأدوات والمنهجية المناسبة، المنهجية وليس المنهج، أوكي؟ تمام؟ بعد كده نجي للإبستمولوجي، اللي هو how do you know something؟ أنت how do you get knowledge؟ أنا كيف العلاقة اللي حتكون بيني وبين أجزاء البحث؟ أنا الآن دخلت في البحث، دخلت المعمل، أوكي؟ فحشتغل experiment. طيب علاقتي بالداتا اللي أنا جمعتها، وعلاقتي بالنتائج اللي أنا حصلت عليها، إيش نوعها؟ هل هي علاقة ذاتية ولا علاقة موضوعية؟ إيش الفرق بين الذاتية والموضوعية؟ نعرف؟ عندنا فكرة عن العلاقة بين الفرق بين الموضوعية والذاتية؟ أتمنى تجاوبوا دقيقة عندكم عشان تعطوني، هل هناك علاقة بين الموضوعية والذاتية أو فرق؟ وما هي أهم الفروقات؟ لأن لازم أكون عارفة أنت فاهمة هذا المين كونسبت ولا لا. نجاوب إذا سمحتوا، نجاوب في الشات وأعطوني الإجابات إذا تكرمتوا. دكتورة زهبة في إجابات؟ ألو دكتورة زهبة معي؟ أيوة أسمعك دكتورة. في إجابات للموضوعية والذاتية؟ موضوعية وخالية. ثواني دكتورة. الموضوعية لا تستند للرأي الشخصي. Well done. الذاتية تحيز، وفيه إجابة تقول لك ما في علاقة. فيه إجابة تقول ما أعرف العلاقة بينهم. إجابة تقول لك الموضوعي خالية من أي رأي شخص، من أي رأي شخصي. الموضوعي يستند لأسباب علمية، الذاتي انطباعي. ولدن ولدن إجابات رائعة. الموضوعية تتحدث عن نظرة عامة، والذاتية الشخصية. دكتورة إذا تكرمتي، فيها مجموعة من الحضور في تخصص العلوم الإنسانية أو الأبحاث باللغة العربية، فقد ما تقدرين دكتورة الترجمة لأنها مهمة المحاضرة بالنسبة لهم. طيب أبشر، أنا والله ترجمت طبعاً كل منهجية البحث واحدة في جميع التخصصات، في جميع منهجية البحث واحدة، لكن الاختلاف حيكون فقط في أشياء بسيطة. يعني أنا والله تطرقت للتفسير والكريتيكال، لأنه هذا حيكون في الجانب الإنساني يعني. تمام دكتورة. اللي هو التفسيري والنقدي. طيب ممتاز، إجاباتكم رائعة صراحة، سعيدة والله بهذه المشاركات الجميلة. الذاتية هي أيديولوجية الباحث، يعني تفكيره، أحكامه المسبقة، يعني رأيه الشخصي. الموضوعية أنا حأنظر ما في أي يعني حيادية، لا يعني ما في أي شيء لا ثقافي ولا مجتمعي ولا ديني حيؤثر ولا علمي. يعني أنا حأعطي هذه النتائج بموضوعية، وهذا دائماً ما بيحدث في التجريبي. ليش؟ لأنه إحنا بنعرض نتائجنا، يعني مجبرين
على الـ statistical analysis إنه أنا بحللها في الـ SPSS وبتعطيني النتائج هل كانت دقيقة أو غير دقيقة، فأنا موضوعي تماماً وحيادي في البحث العلمي. البحث الإنساني كمان بيكون ذاتي، لكن بنقلل الذاتية من خلال استخدام أدوات متعددة وتحكيم هذه الأدوات. كل ما استخدمنا أدوات متعددة وحكمنا أدواتنا بنقلل الذاتية اللي بتظهر. إذا عرفنا الآن إنه المنهج اللي هو البارادايم معناه منهج، الأنتولوجي اللي هي نظرة الباحث للمشكلة والتي ستقوده وتوجهه ذهنياً تجاه مشكلته ليختار ما يناسبها من منهجيات ومناهج وأدوات. الإبستمولوجي اللي هي العلاقة relationship، العلاقة بين الباحث وأجزاء البحث، هل هي كانت حيادية ولا موضوعية؟ وهذا أكيد بيعتمد على إيش؟ على نوع الأدوات اللي استخدمها، هل هي مغلقة أو مفتوحة اعتماداً طبعاً على البارادايم، اعتماداً على المنهج. نجي الآن للمكون الرابع اللي هو الميثودولوجي. إذا إحنا قلنا بارادايم معناها منهج، وإحنا قلنا أنه في مجموعة من المناهج عندي، المنهج العلمي، المنهج التفسيري والاستكشافي، والمنهج النقدي، تمام؟ طيب المنهجية إيش الفرق؟ في رأيكم في فرق بين منهجية ومنهج؟ حابة أسمع آراءكم لو سمحتوا. في فرق في رأيك بين منهجية ومنهج، ولا هما متشابهتان تماماً، ولا الاختلاف بسيط، ولا لا يوجد أساساً أي فروق؟ إيش رأيك؟ إيش رأيك في الموضوع؟ أعطوني رأيكم إذا سمحت. فيه إجابات دكتورة، نعم في فرق. المنهجية أكثر شمولية. تقريبا كثير اللي مؤيدين ان في فرق. في فرق، طب ايش الفرق؟ مهم نعرف، مش كفايه ان نعرف هذه حيؤدي لضبابيه اذا انا ماني عارف. عارف ان في فرق، إجابة. في إجابة من ما هو الفرق استاذ احمد؟ المنهج هي طريقه البحث، والمنهج هو مضمون البحث. اجابه اخرى، المنهج هي اطار عام يندرج تحتها العديد من المناهج. في اجابه، المنهج هي طريقه يتبعها الباحث. أخت شريفة، المنهجية إجراءات، هو منهج، والمنهج طريقة أو أسلوب معين. المنهجية أسلوب، خطة وطريقة. الأستاذة في كذا إجابة على أن المنهجية أسلوب. بعد إذنك دكتورة، بس أنبه، بعد إذنك دكتورة أنبه الحضور الكرام إنه وقت ما تكتبون الشات اختاروا فيه عندكم في الخيارات مكتوب to all panelists and attendees، تختارونها مو بس all panelists. في خيارات جنب to يعني تحددونها عشان تظهر الإجابات للجميع. الآن هي فقط تظهر لنا كمتحكمين في القاعة، لكن اختاروا عشان تظهر أيضا للحضور، اختاروا all panelists and attendees. طيب فيه من الإجابات يا دكتورة، جميل، يعني في تأطير لهذا الموضوع ورائعين كالعادة. المنهج زي ما ذكرنا هو الأساس، هو الإطار العام حنبدأ فيه اللي هو المنهج. هل هو علمي تفسيري أو استكشافي أو نقدي؟ هذا المنهج، تمام؟ بقى أساساً المنهج تم اختياره على أساس الإيش؟ الأغراض البحثية. لما أنا بأثبت وأفحص وأقيس وأختبر، إذن هذا علمي، منهجي وليس منهجيتي، منهجي علمي. لما أقوم بعملية التفسير والاستكشاف، هذا منهجي تفسيري، تمام؟ لما أقوم بعملية النقد ورفع الوعي وزيادة الوعي وغي، هذا منهجي إيش؟ نقدي، منهجي وليس منهجيتي. طب المنهجية what does that mean؟ ماذا تعني؟ الميثودولوجي إيش تعني في البارادايم؟ how do you go about finding out؟ okay؟ كيف المعايير والأساليب اللي أنا حأستخدمها عشان أصل لنتائج؟ الآن حددت أن هذا هو منهجي، طيب إيش الأساليب؟
اللي أنا حاستخدمها، هل هو منهج تجريبي experiment أنا حدخل المعمل، هل هو مسحي، هل هو ارتباطي، هل هو مثلاً الإثنوغرافي اللي هو grounded theory. أنا والله ما عندي يعني فكرة كبيرة عن هذه المواضيع الإنسانية، لكن فقط حألقي عليها الضوء يعني شد إكسترا لايت يعني أونيت، بس إنه اعذروني لو إني قلت أي شيء غير صحيح. يعني اللي هو الcritical discourse، هذه كلها بنعتبرها الايديولوجي كريتيكال، كلها بنعتبرها في النقدي وفي التفسيري اللي هي بالمعايشة أتوقع، والgrounded theory والله ما أعرف إيش ترجمتها صراحة، لأن ترجمتها بتكون غير صحيحة متجذرة وكذا نظري، ففي أشياء صعب إن إحنا نعملها ترانزليت. فهذه بأسميها منهجيات البحث العلمي وليست مناهج. المنهجي هو الأسلوب، يعني أنا مثلاً في لما أجي أختبر المضاد الحيوي اللي أنا استخلصته مثلاً من النبات، حأستخدم الإكسبرمنت، أوكي، حأستخدم المنهج. إذن التجربة هنا حتعتبر أداة، ومنهجي حيكون منهج إيش نوعه؟ تجريبي، أوكي، لأن أنا حجرب، حأستخدم تجربة. واضح؟ لما أقوم مثلاً بأستخدم الانثيوغرافي مثلاً اللي هي لما في الاستكشاف، يعني أنا معايشة مثلاً ثقافة معينة أو يعني مجموعة إنسانية معينة عشان أدرس إيش الاختلاف، أنا هنا هذه منهجية، أوكي؟ حيليها مباشرة حتظهر معايا الميثود اللي هي الأدوات، اللي هو what techniques do you use to find out، okay، يعني أنا إيش الأشياء، how can I know that، يعني التولز اللي أنا حأستخدمها. تماماً زي لما يكون عندي طريقة عمل شيء معين، حيكون عندي البروسيسنج لهذه الطريقة بأسميها منهجية. الأدوات الingredient اللي أنا حأستخدمها بأسميها أدوات، فهذا هو الفرق باختصار شديد، تمام؟ فإيش الأدوات اللي أنا حأستخدمها في التجارب؟ اللي هي العينات اللي أنا حأستخدمها، التولز، السامبلينج، الميجرمنت، الستاتيستيكال أناليسيس، الفوكس جروب مثلاً، اللي هو الانترفيو، الأوبزرفيشنز، هذه كلها الكيس ستدي. الكيس ستدي كثير ترى من المدارس بتعتبرها ميثود وليست ميثودولوجي، يعني بيصير في خلط كبير بينها، فإنه بيضعوها في إنها هي منهجية، هي ليست منهجية، هي أداة. الكيس ستدي بتعتبر في الدراسات الإنسانية، ما أعرف إذا عندكم رأي، لو في أحد موجود يعني يعطينا رأيه، لكن هي بتعتبر لأنه كانت محل نقاش كبير لمجموعة من الباحثين، هل يتم وضعها كمنهجية إنه أنا دراسة الحالة ولا ك، فمهم جداً أن هذه المعالم تكون واضحة قبل ما أبدأ بحث العلم. لازم أعرف ما هو المنهج، ما هو الأنتولوجي، الإبستمولوجي، الميثودولوجي والميثود، اللي هي المنهجية والأدوات. الميثودولوجي معناها منهجية، بارادايم معناها منهج، ميثود معناها أدوات. هذه خارطة الطريق اللي حتزيح عني الضبابية، حتعطيني باور قوي جداً إني أنا أعمل ديفنس عن بحثي. لما أجي أناقش حكون واثقة جداً إني حكون قادرة على الإجابة عن كل سؤال. لما يجي يسألني المحكم ليش اخترتي هذه الطريقة أو هذه التولز وما اخترتي هذه التولز، ما هي منهجيتك وما هو منهجك، كل هذه الأسئلة حتكوني باحثة قوية ومتمكنة وقادرة إنك تفرضي رأيك على الجميع. فالريسيرش بارادايم من الأشياء المهمة جداً اللي لازم نكون عارفين مكوناتها ومعانيها وعلاقتها في أجزاء البحث وفي البحث، تمام؟ أتمنى أنه أنا قدرت أقرب الصورة. هي البارادايم يعني حاجة فلسفية في التفكير وفي البحث، لكنها مهمة جداً، بتعطيني صورة واضحة وطريق واضح ودايركشن سليم، يعني أكون عارفة أنا فين ماشية، إيش هاخد معايا في كل مرحلة، فين حأوصل. لو في أي شيء مو واضح أتمنى تسألوا في هذا، عشان كذا خلصنا الجزء الأول. هو ريسيرش بارادايم.
أتمنى أنه تكونت عندكم فكرة واضحة، وأتمنى أنه ندرك أن الريسيرش بارادايم لازم نعرفه، لأنه حيعطينا why we should study the research، يعني ليش ندرس الريسيرش بارادايم، لأنه we will choose the right decision، we will know where we are going، we will know what should take with us، we will know everything about our research. يعني حنعرف إيش الطريق الصحيح، إيش الاختيار الصحيح. في حكمة بتقول، أو بتقول إن الحكمة هي الاختيار. أنا بقول إنه معرفتي للريسيرش بارادايم حتعطيني الحكمة في كل اختياراتي، فمهم جدا نكون عارفينها، لأن حنعرف كل شيء عن كل تفاصيل دقيقة عن بحثنا، حتكون واضحة جدا بالنسبة لنا، وحنكون قادرين على الإجابة عن أي سؤال وعن أي غموض في البحث. دكتورة، بعد إذنك دكتورة، في كذا سؤال. تسمعني دكتورة هدى؟ تفضلي. في كذا سؤال من الحضور. ثواني بس دكتورة. طبعا فيه طلبين او مجموعه طلبت اعاده النقطه الاخيره او الجزئيه الاخيره دكتوره، اللي هي الميثود، الجزئيه الاخيره بالضبط ايش ما ادري والله دكتوره. لو توضحوا بس ايش الجزء اللي ما هو واضح. احنا عندنا ريسيرش بارادايم اربع مكونات، الانتولوجي، الابستمولوجي، الميثودولوجي والميثود. البارادايم معناه منهج. أيوة دكتورة. اللي هي أعتقد المنهجية والمنهجي دكتورة. المنهجية والأدوات صح؟ تقريبا دكتورة. الميثودولوجي اللي هي هذه الميثودولوجي كمان في سؤال دكتورة، خليني أعطيك بالمرة وأترك لك المجال. هل المنهجية في البحث تحدد طريقة البحث؟ هذا سؤال. السؤال الآخر يقول، يعني المنهج العلمي مرتبط بالبحث الكمي، والمنهج الاستكشافي مرتبط بالبحث النوعي. يعني هم الآن دخلوا في تقسيمة البحوث الكمية والنوعية. في سؤال، كيف نحدد المنهج المناسب للبحث؟ هذه الثلاثة أسئلة دكتورة، بالإضافة إلى طلب إعادة الجزء الأخير. المنهج المناسب نحدده من الأغراض البحثية. يعني أنا من الفجوة البحثية لما تظهر عندي أنه أنا مثلا زيادة رفع وعي المجتمع تجاه شيء، إذا المنهج الآن إيش هو؟ لما أنا تظهر عندي الفجوة مباشرة حتقودني، يعني هي حتقودني مباشرة إلى الأغراض البحثية. الفجوة حتعطيك دلالة واضحة على الأفعال التي لابد أن أستخدمها لأثبت بحثي. تمام؟ أنا أريد أن أثبت مثلاً أو أقيس أو أقيم، إذا منهج علمي أنا أريد أن أتعرف، أن أستكشف، أن منهج تفسيري. أنا أريد أن أرفع وعي المجتمع تجاه شيء معين، مثلاً تجاه الموهوبين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو هذا حيكون منهجي هنا نقدي. تمام؟ بمجرد ما يظهر البارادايم، الآن ظهر المنهج، ظهر البارادايم، تمام؟ تظهر بمجرد الآن المنهج ظهر، صار عندي نقدي، تمام؟ كل منهج عنده مكونات، عنده انتولوجي وابستمولوجي ومنهجية وأداة، بتعتمد على نوع المنهج. يعني أنا كل منهج عندي طبعاً علاقة الباحث بأجزاء البحث والإنتولوجي، يعني إنتولوجياً هو كيف بينظر للبحث، هذه ما بتتغير، يعني هذه بس بتحدد الطريقة اللي أنا حأسير عليها. بعد كذا أنا حشوف المنهجية. طيب أنا عندي يعني الغرض البحثي اللي أنا حقوم فيه إني أنا حأقيس مثلاً أو حأختبر هذا الإكستراكت، هل هو فعلاً أكتف تجاه مثلاً ميكروبات معينة؟ إذا منهجيتي وليس منهجي أنا حددته علمي، منهجيتي حتكون تجريبية. تمام؟ إذا الأداة اللي أنا حستخدمها حتكون أداة مغلقة، اللي هي السامبلينج، اللي هي الإكسبرمنت اللي أنا حسويها، اللي هي
وعلاقتي اللي هي الابستمولوجي حتكون علاقة موضوعية. أوكي؟ فهذه الحلقة مترابطة، يعني أنت هي تقودك من مكان إلى آخر في نفس الحلقة حتدور، وفي كل مرة حتظهر معاك عملية ترابط المنهجية مع المنهج مع الأداة مع رؤيتك مع علاقتك بالبحث. هي مسألة فلسفية نوعا ما. يعني أنا مثلا لما بأجي أدرس حالة معايشة بأسميها الانثوغرافي I think في الدراسات التفسيرية أو في المنهج التفسيري الاستكشافي، أنا بسميها معايشة، بسموها في العربي معايشة، تمام؟ هذه بعتبرها إيش الانثوغرافي؟ بعتبرها منهجية لمنهج إيش؟ تفسيري. الأداة اللي حستخدمها إيش حتكون؟ حتكون كيس ستدي، observation، participant، non-participant، يعني حتكون الأدوات مين اللي حددها؟ حددها المنهجية، اللي هي المنهجية هذه جات أساساً على أساس المنهج اللي هو المنهج ظهر انطلاقاً من الفجوة اللي هي وكانت الأغراض البحثية هي اللي أدت إليه. فهي عملية متكاملة مترابطة بتعطيني وضوح كامل، أنا هل أنا أسير في الطريق الصحيح؟ هل الأدوات اللي أنا بأستخدمها صح؟ هل المنهجية اللي أنا بأسير عليها سليمة؟ وليش؟ حتعطيني يعني انتولوجياً أنا كيف بأنظر للبحث، حيعطيني إيش أسميه، نقدر نقول مبررات لكل قرار أنا أخذته، بيعطيني قناعة تامة عن تصرفاتي تجاه البحث. فهذه هي الانتولوجي والإبستمولوجي. ما أعرف إذا الصورة الآن واضحة بالنسبة للميثود، معناها أدوات، الأدوات اللي أنا حأستخدمها، والميثودولوجي معناها المنهجية اللي هي منهجية grounded theory اللي هي تجريبية مسحية ايديولوجية. أتمنى أن الصورة تكون واضحة. دكتورة زهبة في أي تساؤلات؟ معايا؟ سمعين الصوت واضح؟ أي دكتورة، في سؤال، ماذا يسمى المنهج الذي يعالج مشكلة موجودة ولكن بطريقة أخرى؟ في سؤال كمان، أين سأجد المنهجيات المتنوعة والأدوات حتى أختار منها؟ يعالج مشكلة على حسب نوع المشكلة، ما إيش هي المشكلة؟ هل هي يعني أنا بأدرس حالة معينة، برفع وعي، إيش المشكلة اللي أنت حتدرسيها، إيش نوعها؟ هل هي مشكلة علمية؟ ولا مشكلة تفسيرية بتفسر ظاهرة، ولا بتنقد ظاهرة؟ نوع المشكلة هو اللي حيحدد المنهج. مشكلتي هل هي أني أنا أبغى أثبت أنه المستخلص بيقاوم الميكروبات، ولا مشكلتي أني أنا أبغى أفسر ظاهرة اجتماعية معينة، ولا مشكلتي أني أنا أبغى أرفع وعي المجتمع تجاه شيء معين؟ نوع المشكلة إيش؟ نوع المشكلة حيحدد الغرض البحثي، الغرض البحثي حيعطيني المنهج. في سؤال دكتورة، كيف أختار منهجية البحث ولا أي أساس؟ أعتقد السؤال تكرر. سؤال آخر، ماذا يسمى المنهج الذي يبحث عن وجود ظاهرة نفسية لدى مجموعة دون غيرها؟ ظاهرة نفسية دون غيرها، يعني بيدرس حالة؟ يدرس وجود ظاهرة نفسية استكشافي. أعتقد أنه استكشافي. هذا استكشافي interpretive، هذا استكشاف حيستكشف، هذا بسميه منهج استكشافي. بالنسبة للمنهجية، المنهجية في الاستكشافي حتعتمد على هل هي حتكون grounded theory ولا حتكون انتيوغرافي. يعني أتوقع بالمعايشة أنت حتنزل تعيشي معاهم فترة، صح؟ عشان تعرفي هم إيش الاختلاف إيش الشبه. هذه بسميها انثيوغرافي اللي هي أتوقع معايشة، يعني صح التعبير، يعني ما اللي هو تعيشي في فترة معينة أو في مكان معين عشان تعرف الاختلافات. هذه بسميها منهجية، الانثوغرافي منهجية. المنهج اللي أنت استخدمتيه منهج استكشافي. الأداة اللي حتستخدمينها it's depend
أوكي، حتعتمد على إيش؟ على انتولوجيتك أنت، رؤيتك، محاكمتك للموضوع. هل حتستخدمي كيس ستدي، لايف هيستوري، أوبزرفيشن، بارتيسيبيت، يعني إيش الأداة الأنسب هنا عشان تدرسي هذه المشكلة؟ فهمتي الموضوع كيف حيكون متسلسل؟ منهج، منهجية، أداة بترتبط ارتباط مباشر بالانتولوجي والإبستولوجي. تمام؟ جماعة واضح؟ أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة لأنها مهمة جدا. في النهاية حتلاقوا مجموعة من المراجع. المشكلة أنه بالنسبة للانتولوجي والإبستولوجي أتوقع أنه ما في مراجع عربية بتشير لها، أغلب المراجع لها الإنجليش للأسف. أنا وضعت مجموعة من المراجع طبعاً اللي اعتمدت عليها في بحثي في الأخير، ممكن أنكم ترجعوا لها. و يعني وحاولت قد ما أقدر أن أوضح، إن شاء الله أن الصورة تكون واضحة بالنسبة لكم. يعني دكتور بعد إذنك الآن الساعة 8، فما أدري هل تحبون نستمر ولا نأخذ بريك لمدة ربع ساعة ونرجع نستأنف؟ والله الموضوع لكم يعود جملة وتفصيلا اللي تحبون. نأخذ استراحة أفضل، لأن إحنا سوينا شغل شوية جامد فنرتاح شوية. خلاص إذا نعاود إن شاء الله استكمال المحاضرة على الساعة 8:15 بحول الله وقوته. شكرا دكتورة، يعطيك العافية دكتورة، شاكرين لك الجميع. الله يكرمك يا. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح يا دكتورة. تمام. طيب بس كده حنعمل ريفيو، مراجعة سريعة على البارادايم عشان بس أتأكد أن الصورة واضحة. اللي معاه ورقة وقلم بس الكلام اللي حقوله حيكتبه. لو كتبتي أنت هذه الأشياء حتكون الصورة إن شاء الله واضحة في النهاية. إحنا قلنا بدأنا في البداية فوق حنعمل كده مربعة ودائرة ونكتب فيها الفجوة البحثية. تمام؟ الفجوة البحثية حتحدد لي الأغراض البحثية. يعني مثلاً أنا فجوتي البحثية هي دراسة تأثير مثلاً أو فاعلية نبات معين، مستخلص معين على ميكروب معين. إذن أنا إيش حعمل؟ حأثبت وأفحص وأقيس. الأغراض البحثية لو عملنا كده أربع مربعات أو أربع دوائر وعملنا كل مجموعة من الأفعال في دائرة، هذه الأفعال هي اللي حتحدد لي المنهج. يعني لما أنا أقول مثلاً أنه أنا حأنقد أو حأغير أو حأرفع وعي، هذه كلها نخليها في دائرة واحدة. أوكي؟ هذه الدائرة تنتمي مباشرة للمنهج النقدي. لكن لما تكون فجوة البحثية الغرض منها أكتشف، أتعرف على، تمام، أفسر ظاهرة، هذه كلها أضعها في دائرة وأنسبها إلى المنهج الاستكشافي أو التفسيري. الدائرة الثالثة عفوا لما يكون عندي يثبت، يفحص، يقيس، يختبر، يقيم، يحلل، هذه كلها أفعال في دائرة واحدة بتعطيني المنهج العلمي. تمام؟ فالأغراض البحثية اللي أنا استندت على فجوة البحثية في إيجادها حتظهر المنهج العلمي. المنهج البارادايم هذا حيتكون من أربع مكونات، من أنتولوجي اللي هي إيش سميناها، نظرتي الشخصية ومحاكمتي العقلية من خلال خبراتي السابقة وتجاربي و و و و تجاه هذه المشكلة. إذن هي الأنتولوجي هي إيش باختصار؟ هي نظرة الباحث للمشكلة البحثية، وحيقيم مشكلته من خلالها، يعني حيحاكم هذه المشكلة من خلال نظرته، هذه بنسميها أنتولوجي. الأبستمولوجي حتكون إيش؟ حتكون علاقة الباحث بأجزاء البحث، هل هي حيادية، موضوعية، الأدوات مفتوحة، مغلقة، أنهاو. تمام؟ بعد كده حننتقل للمنهجية اللي هي الأساليب اللي أنا حاعتمدها في إثبات الفجوة البحثية. هل المنهجيتي تجريبية ولا مسحية ولا ارتباطية، ولا حتكون منهجية معايشة، أو حتكون grounded theory، ولا حتكون critical discourse.
عفوا انا هذه الاشياء ما اقدر اترجمها لان ما يعني صعب انها تترجم للعربي، ماني عارفه كيف. الانثيوغرافي اي ثينك انها معايشه، تمام. الجراوندد ثيوري هذه بسميها منهجيه. يليها ايش التولز اللي انا حاستخدمه؟ هل هو كيس ستدي؟ هل هو فوكس جروب؟ هل هو سامبلينج ميجرمنت اشياء في المعمل، كويشنيرز؟ اذا ظهرت عندي الادوات المنهجية، المنهج، علاقتي أنا بالبحث بأجزاء البحث كاملة، ونظرتي للمشكلة البحثية. وبكذا أنا أكون في السيف سايد، في المنطقة الآمنة، وعلاقتي ببحثي واضحة جدا، ما فيها لا غموض ولا فيها أي التباس، والأمور كلها عندي واضحة. أتمنى أن الرؤية تكون واضحة للجميع فيما يخص الريسيرش بارادايم. طيب الآن نشوف الشريحة اللي هي البحث رحلة تحتاج إلى الكثير من الاستعداد والمهارات والاستراتيجيات. إيش تعليقكم على الصورة؟ أعطوني تعليق كذا يناسب الصورة. إيش رأيك في إيش رأيك في العبارة ورأيك في الصورة؟ أعطيني تعليق. على ماذا أو على ماذا تدل الصورة؟ المهم يعني تعليق رأيك أنيهاو، يعني ما في أي مشكلة، بس أبغى أعرف يعني نعمل كده ريفرش فقط لل هل فعلاً البحث رحلة تحتاج الكثير من الاستعداد والمهارات والاستراتيجيات، ولا أنها هي رحلة مفروض أني أنا أبدأها وأنا ما عندي أي خلفية ولا أي فكرة ولا أي تولز في يدي ولا أي مهارة؟ لازم نكون قناعات إنه البحث رحلة تحتاج الكثير من الأدوات والمهارات. الصورة على إيش تدل في رأيك؟ واللي مروا بتجارب بحثية سابقة، طالباتي إذا موجودين يعطوني كيف كانت تجربتهم مع البحث. ما هو تحيز لطالباتي بس عشان حابة بس أسمع دكتورة زهبة لو تكرمتي، لأنه خفت دكتورة الشات مو ظاهر عندك. طيب تمام. أنا ممكن أفتحه بس أخاف إن ال ماشي دكتورة، في مشاركات. أعتذر للجميع إذا ما قرأت، أنا أقرأ البعض مو كله. فيه مشاركات تقول رحلة تبدأ بشكوك ومتاعب وتنتهي بقناعات. تعليق آخر، أبحث عن حل. البحث يحتاج جهد ومهارات. مواجهة القيود المحتملة موجودة في البحث. عندي مشكلة أحتاج لها حل. وضوح الطريق مما يثبت فؤاد الباحث. فهناك الكثير من العقبات، طبعا قد يكون تعليقات على بعض الأمور. في تعليق، قيود جعلته في حيرة. أكرر اعتذاري للي ما قرأت مشاركاتهم. الله يعطيك العافية، والله غلبناك معنا دكتورة. لا ما في مشكلة، الله ينفع المحاضرة. عددك دكتورة، بس أحب أنوه أن المحاضرة عامة. طبعا كل تخصص، كل تخصص فيه من الخفايا والدقائق التي تحتاج اطلاع من الطالب، لكن هذه محاضرة عامة، يعني لا تتوقعون أنه بتتكلم بتخصص كل شخص من الحضور. يعطيك العافية. أساساً الموضوع بحد ذاته من الصعب جداً أن نلم بأطرافه. يعني أنا فقط اللي ما قدمته اليوم مجرد إضاءات بسيطة جداً. صحيح. حتى من ضمن الأسئلة عميق. ضمن الأسئلة اللي مرت أنه تسأل عن المنهج التاريخي، يعني في بداية المحاضرة كما كان في وقت أقرأ لك. إيش بقول المنهج التاريخي؟ تسأل عن كيفية استخدام المنهج التاريخي أو شيء زي كذا. وفيه برضه من الحضور من سألت تقول كيف أنا أعرف كيف أن بحثي في تخصص الأدب مثلاً يحل مشكلة. هو ممكن يحل مشكلة، ممكن يرفع وعي هذه الأمور يا دكتورة. إحنا إن شاء الله في نهاية المحاضرة ممكن خليهم يرجعون. هو ممكن يحل مشكلة، ممكن يرفع وعي، ممكن يفسر ظاهرة، ممكن يحل مشاكل كثيرة جدا، التفسيري والكريتيكال، وبأشكال مختلفة وبمنهجيات مختلفة وبأدوات مختلفة. التاريخ أتوقع أنه حاجة لا علاقة بالانتيوغرافي اللي هو المعايشة،
إن شاء الله أني هو في نهاية أيوة نستقبل الأسئلة إن شاء الله وسؤال سؤال نرد عليه بس نكمل عشان نطلع على تفضل دكتور عشان نتجاوز هذه المرحلة اللي في الصورة اللي هي مرحلة القيود عفوا ومرحلة التأزم النفسي وهذه مرحلة طبيعية يمر بها الباحث عفوا يعني الباحث لا يتوقع أنه مرحلة البحث والرحلة فيها حتكون سهلة، هي أكيد حتكون ماتعة وجميلة، خاصة أنه هو عنده قناعات واضحة أن هذا دوره وهذه مسؤوليته وهو الآن يقوم بدور يعني بمسؤولية تجاه مجتمعه وبلده، لكن في النهاية حيواجه الكثير من خيبات الأمل، حيواجه الكثير من الصعوبات، حيجد الكثير من الإخفاقات في طريقه، وهذا طبيعي. النجاح كل ما كانت قيمته عالية كل ما كان الطريق إليه أصعب. فكيف أنا أتدارك هذه الصعوبات؟ كيف أتعامل مع هذه الإخفاقات وخيبات الأمل والصعوبات اللي بتمر علي وهذه الأمور الثقيلة اللي أنا بأتحملها؟ كيف بأتعامل معها يعني بجدارة؟ لابد أن أستعد بمهارات وأستعد باستراتيجيات وأستعد بنفسية من البداية. إحنا أول شيء أصلنا له أنه لابد أن تكون عقليتي ونفسيتي متقبلة للتعلم ومتواضعة بما يكفي أنها تتعلم من الآخرين وتتعاطى مع المعرفة أنها كنز لابد، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. فهذه هي عقلية الباحث. بالنسبة للصعوبات أنا لازم أتترس بكثير من المهارات وبكثير من الاستراتيجيات عشان أستطيع أن أتخطى. ما تكفيني قناعات وإيمان بأهمية البحث، لابد أن أكون إنسانة قادرة على أني أنا أمتلك مهارات وسكيلز وأدوات أقاوم من خلالها الإخفاقات وأجد حلول مناسبة. فهذه المهارات إن شاء الله حنلقي الضوء عليها اليوم وحنتعرف على أهم هذه المهارات اللي حتقودك خلال رحلتك. نبدأها مثلاً بكيف تختار موضوع مميز. أنا عشان أبدأ رحلة البحثية وعشان يكون موضوعي مميز، يعني في النهاية أنا مش الفكرة أني أنا أكون باحثة، الفكرة ماذا سيقدم بحثي للمجتمع، إيش الإمباكت أوف ماي ستدي، إيش الشيء اللي أنا سأضيفه لمنطقتي لماي أريا، إيش الإضافة اللي أنا سأقدمها في هذا المجال. هذا أكبر سؤال لابد أن تحاكمي نفسك أو تحاكم نفسك من خلاله في كل مرحلة من مراحل البحث، وهذا السؤال حيكون دافع لك أنك تقاوم كل الصعوبات والعقبات اللي حتعترض طريقك. فكيف أختار موضوع مميز؟ أول إجابة عليه حجاوبها أنا وثاني إجابة أنتوا حتجاوبوا عليها. أول إجابة أنه الموضوع لابد أن يكون له علاقة بالشيء اللي أنا أحبه، بالشيء اللي أنا بتوجهاتي العلمية، بشيء أنا أرغبه، مش شيء ينفرض علي، مش شيء المشرف قال تعال أدرس هذه الحالة وأدرس هذه المشكلة وأوجد لها حل، وأنت تجد نفسك موجود في مكان أنت لا اخترته ولا هو من ضمن خياراتك ولا هو من ضمن رغباتك. ففي رأيي أول طريقة للتميز أو اختيار موضوع متميز إني أنا أختار المنطقة اللي أجد نفسي فيها باختصار شديد، تتناسب مع توجهاتي مع رغباتي. في رأيكم كيف ممكن نختار موضوع مميز؟ لو تعطوني كده إجابة أو إجابتين حفتح الشات عشان أشوف إجاباتكم مع المغلب دكتورة معنا. تعطوني إجابات كيف ممكن أختار موضوع متميز؟ كيف في رأيك؟ ها ممتاز، من خلال الأفق المعرفي. لابد أن يكون عندي أفق معرفي كبير جداً. لما أنا أجي أحاكم الشيء وأقول هذا جيد وهذا أفضل منه وهذا ممتاز ولكن هذا جودة أعلى، لابد أن يكون عندي معرفة كبيرة بكل الخيارات المتاحة. إذا لابد أن يكون عندي أفق معرفي واسع، وهذا ما يتأتى إلا بالقراءة، مش بس بالقراءة. لابد أن يكون في مجتمع أكاديمي مفتوح. ما العزلة الأكاديمية من أهم أسباب الإخفاق الأكاديمي.
لابد أن أكون على اتصال مباشر بأصحاب التخصص، لابد أن أحضر المؤتمرات، لابد أن أكون على علم بالناس المتمكنين في هذا المجال، آخر الدراسات التي لابد أن يكون لي علاقة بعضويات عالمية محلية داخلية. هذه كلها حتعطيني أفق واسع جداً، حتعطيني خيارات كبيرة، ألتقي بأشخاص أتناقش معهم، كل هذه الأمور حتعطيني قدرة أني أنا أختار موضوع متميز. إذن في البداية لابد أن يكون الأفق المعرفي واسع وكبير، والأفق المعرفي أصنع من خلال مجموعة من الاستراتيجيات اللي ذكرناها، أنه أنا ما أقتصر فقط البحث عن المكتبة وحضور ومقابلة المشرف. البحث عمره ما كان مشرف ومكتبة وكتب، البحث أكبر من ذلك بكثير. لابد أن يكون عندي علاقات أكاديمية واسعة جداً، لابد أني أنا أكون على اطلاع بما يجري سوفار إلى هذه اللحظة اللي أنا عايش فيها، لأنه كل دقيقتين ثلاث دقائق العلم بيتطور بيقدم بيضيف. فكل هذه الأشياء بتعطيني أفق معرفي كبير جداً، بيتيح أني أنا أختار ما يتناسب مع الحدث، ما يتناسب مع الآن وليس تمام. فالأفق المعرفي الواسع، الرغبة وتوجهات الشخصية، أختار موضوع. انتهينا من هذه الاثنين، لابد أنه الموضوع يكون له أثر في المجال اللي أنا، المشكلة اللي أنا حناقشها مشكلة حقيقية، والحل حيكون إضافة. إذن هذا حيكون موضوع متميز جداً. لكن لما أناقش مشكلة عادية أو تم مناقشتها بطريقة وبطريقتين وأكثر من مرة وتم إعطاء الحلول، فين الإضافة اللي أنا حأضيفها لهذا المجال؟ الإضافة حتحدد إذا ما كان الموضوع متميز أو لا. إذن في مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات اللي حتعطيني قدرة على أني أنا أختار موضوع متميز. الابتعاد عن العزلة الأكاديمية، بناء أفق معرفي واسع وكبير بعدد من الاستراتيجيات، الرغبة والاختيار وفق توجهاتي ورغباتي الشخصية الذاتية، ما أحد يفرض علي موضوع أنا ماني مقتنعة فيه نهائيا، هذا يعني هذا دائما بيقودنا إلى مآزق أكبر، حتى لو شفتي أنه حل في البداية لكن هو حيكون المشكلة بعينها. أيضا زي ما ذكرنا الإضافة اللي حيضيفها للمجال. طبعا بس نكمل معلش عفوا هو دائما تعلق. اذا هذا بالنسبه لاختيار الموضوع. نجي نشوف المهارات، مهارات البحث العلمي اللي انا اتترس فيها عشان اكون قادره على ان اكون باحثه جيده. لازم اعرف ما هو الفرق بين مشكله البحث والفجوه البحثيه. عندي ثلاث مفاهيم اساسيه في البدايه تتشكل عندي لما ابدا البحث، اللي هي مشكله البحث، أسئلة البحث، الفجوة البحثية، والهايبوثيسس الفرضيات. أوكي؟ هل هذه المفاهيم واضحة لديكم؟ هل في إشكالية في التفرقة بين المشكلة والأسئلة والفجوة والفرضية؟ في رأيك هل في اختلاف ولا جميعها تصب في نفس القالب؟ ولا هي سلسلة من الإجراءات؟ أعطوني رأيكم. دقيقة إذا سمحتوا أعطوني رأيكم. هل تتوقعي إنه في فرق بين مشكلة البحث والفجوة البحثية والأسئلة والفرضية، ولا هي كلها تدل على نفس المعنى؟ كيف مرتبطة؟ يعني هل بتختلف في اختلافات أو ما في اختلافات؟ خلونا نتفق من البداية عشان ما تبدو لي إجابات دبلوماسية. أوكي؟ يعني هل في اختلاف؟ ممتاز، well done. طيب الاختلاف إيش نوعه؟ يعني مثلا نجي نشوف نقارن نجي نقول المشكلة بالفجوة، إيش الاختلاف؟ مين الأعم ومين الأخص؟ هل المشكلة ولا الفجوة؟
الفجوة أعم، المشكلة أعم، والفجوة أخص. الفجوة أعم، أوكي، المشكلة أعم. ولدان المشكلة، الاختلاف عموما المشكلة. نعم هناك فروق، ممتاز، عندكم تصورات رائعة صراحة. جميل، المشكلة بتكون أعم، المشكلة أكبر. أوكي، الفجوة بتكون very specific، very يعني حاجة دقيقة جدا. المشكلة أعم والفجوة أخص، أحسنتي. المهم، طيب خلونا نجي نشوف يعني كيف المشكلة أعم والفجوة أخص. طب أعطوني مثال، يعني كيف؟ يعني مثلا أنا دراستي كانت بتتناول إنه حتى تحقق مثلا إنه ال CBI مثلا اللي هو الإكستراكت يعمل as a natural antibiotic. يعني مشكلتي هل فعلا ال CBI بيقوم بدور المضاد الحيوي الطبيعي؟ أوكي، تمام. الفجوة حتكون دقيقة جدا. هل هذا المستخلص بيكون فعال تجاه ميكروبات معينة؟ وأحددها. نأخذ مثال ثاني في العلوم الإنسانية، يعني مثلا نقول الضعف، مثلا أنا عندي ضعف، نقول مثلا نوع الضعف في مثلا رعاية الموهوبين ذوي الاحتياجات، أنه في ذوي احتياجات خاصة لديهم موهبة، وفي ضعف عام في، إذا الضعف العام في رعاية الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة، تمام؟ هذه المشكلة، المشكلة عامة، الفجوة البحثية اللي حيدرسها البحث إنه زيادة وعي المعلمات بذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الموهبة. إذا الضعف القرائي مثلا هذه مشكلة، الفجوة البحثية اللي أنا حدرسها ضعف قرائي مثلا في القراءة الصامتة، تمام؟ يعني المشكلة حتكون عامة جنرال، تضيق شوية وتعطيني علاقة بين حاجتين دقيقتين بأسميها فجوة. التساؤلات حتظهر من المشكلة، هل السي بي آي قادر على أن يقاوم؟ هل المقاومة تجاه كل ما هو العنصر الفعال في السي بي آي؟ الأسئلة حتعطيني الفرضيات، حقول من خلال السؤال مثلاً إنه the main active compound in CBI is a peptide، اللي هو من فين جبت هذه الفرضية، الـ hypothesis، تولدت عندي من المشكلة أساساً ابتداءً. المشكلة عندي كانت هل الـ CBI يكون قادر إنه يعمل as a natural، يعني ممكن يعمل كمضاد حيوي طبيعي؟ طيب هل هو الفجوة، هل فعلا السي بي اي قادر انه يعمل انهيبيشن، بيعمل بيوقف نمو ميكروبات معينه؟ طيب فين الكومباوند في السي بي اي؟ ايش هو العنصر اللي بيعطيني من خلال تجاربي وصلت للهايبوثيسس ان انا لما جربت هذا المستخلص ظهر انه ما بيتاثر بالحراره، ظهر إنه ما بيتأثر بمعالجة الإنزيمز، ظهر إنه ثابت، عنده ثبات وستابلتي عالي. إذا أنا طلعت هنا صار في عندي تخمين إن أنا ممكن أقدر أخلق هنا الهايبوثيسس اللي هي تخمين ذكي من خلال ربط النتائج اللي أنا حصلت عليها. فحقول الفرضية تبع دراستي، الهايبوثيسس to be tested in this study is that the main active compound in CBI is a peptide. اوكي، طب انا من فين جبت هذا؟ انا ما كان عندي فكره ابدا عن هذا الموضوع. هذا الموضوع تولد مع المشكله اللي خلقت لي الفجوه، اللي اثرت من خلالها مجموعه من التساؤلات. اجابتي على هذه التساؤلات اعطتني فرضيه، الفرضيه هذه انا حابدا اختبرها من خلال اني انا اجري اكسترا اكسبيرمنت، انا حاعمل تجارب اضافيه عشان هل فعلا المين كومباوند، هل فعلا العنصر الاساسي في السي بي اي هو يعني بيبتايد ولا لا. حختبر، اذا صار عندي الان هايبوثيسس، تمام، واضح. اذا عرفنا وش هي الفروق بين المشكله، الفجوه، الاسئله، الهايبوثيسس، واضحه ولا لا؟ بصراحة يعني
واضحة ولا غير واضحة؟ أعطوني إجابات. واضح، تمام. طيب نيجي نشوف اللي بعده. نكتب هذه الأشياء كلها، اكتبيها بطريقتي، كل ما كتبتي كل ما أنت ثبتت المعلومة. الهايبوثيسس زي ما ذكرناها، إيش هي الهايبوثيسس؟ هي إجابة على تساؤل أنا وضعته في البداية. هذا التساؤل هو تخمين ذكي، يعني تخمين ذكي خلال من خلال دراستي لمجموعة من التساؤلات، ووصلت إلى أنه صار عندي مثلاً إجابة عن سؤال أنا حأفترض أنه مدى صحته وحأختبره عشان أتأكد منه. كده أنا وصلت للهايبوثيس، تمام؟ أتمنى أنها تكون واضحة. طيب بس ننتقل للي بعده. ما هو راضي يمشي الشرايح. طيب استراتيجيات الكتابة الأكاديمية. طبعا معايير الكتابة الأكاديمية، ما راح نقول إن الكتابة الأكاديمية سهلة، وما راح نقول إن إحنا متقنين للكتابة الأكاديمية، تحتاج وقت طويل لإتقانها، لأنها يعني عملية يمكن تعليمها ما كان بالطريقة الصحيحة، ومن المفترض أن كان نبدأ مبكراً في الكتابة الأكاديمية، من يعني من مراحل الابتدائية المفروض أن نتمرس كيف نكتب، ويعني وتفحص كتاباتنا ونأخذ الفيدباك ونرجع نصحح. كل هذه كانت ممكن أنها تساعدنا في بناء يعني معرفة تراكمية، لكن إنه أنا أجي فجأة تعال نتعلم كيف نكتب أكاديمياً، حتكون يعني من الصعوبة بمكان، لكن ما هو شيء مستحيل. إحنا حنقدر نتعلم هذه الأمور متى ما اجتهدنا، يعني الموضوع بيحتاج نوع من الاجتهاد والمثابرة عشان أنا أقدر أصل موضوع الكتابة الأكاديمية. الكتابة الأكاديمية في البداية لازم نتفق إنه هناك مجموعة من العناصر، كل عنصر له معايير، في معايير خاصة لابد أن أتبعها عشان أحقق يعني الرينج الأكاديمي. العناصر البحث أكيد أنكم عارفينها، أن يكون عندي مقدمة، يكون عندي دراسات سابقة، يكون عندي عفوا نتائج ودسكشن، ويكون عندي خاتمة. هذه عناصر أساسية جدا في البحث، ما يخلو بحث منها، تمام؟ لكل عنصر من عناصر هذا البحث معايير خاصة فيه، أوكي؟ لابد أن أتبعها. معايير كتابة المقدمة، عشان أنا يكون عندي مقدمة، طبعا في مدارس مختلفة كثيرة يعني للبحث العلمي، كل مدرسة لها مجموعة من الاستراتيجيات. إحنا حندرس إن جنرال يعني الموضوع بصفة عامة. في مدارس بتقول إن المقدمة يتم كتابتها في الأخير، لابد أن الكاتب يكون عنده تصور كامل بأهمية البحث والتساؤلات والإجابات اللي وصل لها، ولا كل شيء يكون عارف وملم فيه. فأنا أترك المقدمة في الأخير بعد ما أحصل على كل الأشياء وبعد كذا أكتبها. طبعاً أنا يعني في رأيي إن ما أتفق ولا أختلف معه، إنه أبدأ أكتب أوكي في المقدمة وبعد ذلك أكملها في الأخير وأبدأ أضيف ما توصلت إليه، لأن الكتابة بتحتاج وقت طويل، وكل ما كتبت مبكراً كل ما كان أفضل. في الكتابة الأكاديمية بنعتمد نظرية بنسميها نظرية الفنل ثيوري، اللي هي نظرية القمع، ما أعرف إذا كان عندكم فكرة عنها أو لا. القمع اللي هو بيبدأ كبير جداً ومتسع وعريض، ثم يأخذ في إيش؟ في أنه يصبح ضيق، إلى أنه يصير ضيق جداً جداً، أوكي؟ طيب كيف حتتبع هذه النظرية؟ في المقدمة وفي الدراسات السابقة وفي البقية. في البداية لما أنا أجي أتكلم عن أي شيء كمقدمة، لابد أن أعطي القارئ صورة عامة جداً، نقول
عما سأود الحديث عنه. يعني أنا سوف أتكلم مثلاً عن الجودة مثلاً في التعليم العالي في السعودية، تمام؟ حنكون حياديين، ما حندخل على طول في بس في العلمي، حناخذ عشان طيب الجودة في التعليم العالي في السعودية، أوكي؟ طب المقدمة كيف حكتب؟ حدخل على طول على الجودة في التعليم العالي؟ لا، حأتكلم عن الجودة بصفة عامة بشكل عالمي وكبير، أتكلم عن التعليم العالي بشكل كبير ومتسع، وبعد كذا أبدأ أتكلم عن الجودة في العالم العربي، الجودة في الدول الخليجية، إلى أن أصل إلى المنطقة اللي أنا فيها. وبعدين في النهاية حصل لفين في المقدمة؟ المقدمة لابد أن تحتوي على أمور معينة، لابد أن يكون فيها تشعر القارئ بالأهمية، أهمية البحث، يعني أنا ليش بأعمل هذا البحث. لابد أن تحتوي أيضاً على دراسات سابقة، لكن بأتناولها بطريقة سريعة مش زي الدراسات السابقة، يعني حقول أنه تطرقت كثير من الأبحاث إلى أنه كذا وكذا وكذا، يعني حيكون فيها دراسات سابقة لكن قليل جداً، وفي النهاية حيكون فيها الفجوة البحثية، يعني نهاية القمع هذا أنا حنتهي للفجوة البحثية. فأنا حأشعر القارئ، المقدمة دائماً تعطي الفيرست امبريشن، زي لما أنا ألتقي شخص لأول مرة وأعطيه بسلوك معين أو ب يعني whatever انطباع مبدئي، المقدمة راح تصنع نفس الانطباع للقارئ. فلا بد أن أجيد كتابتها، ولا بد أن أبذل وقتا وجهدا كافيا لإخراجها بالشكل المناسب اللي حيعطي الانطباع المبدئي عن بحثي للقارئ. فلا بد أن تكون جيدة الصياغة ومتينة ورصينة، وتبدأ عامة جدا ثم تتخصص إلى أن تصل إلى الفجوة البحثية اللي أنا حأتكلم عنها، وتلقي الضوء على الأهمية، أهمية طب إيش الأهمية، الإمباكت of this study. فأنا راح أعطي القارئ كأني بأدافع عن موضوعي، بأعطيه قناعة كاملة أن موضوعي مهم وموضوعي شيق وموضوعي، هذا كله من خلال استراتيجيات معينة أنا لابد أن أستخدمها في المقدمة. إذن بالنسبة لنظرية الفانل تيوري اللي هي نبدأ بطريقة عرضية واسعة وكبيرة، ثم تبدأ تضيق إلى أن نصل للفجوة البحثية وأكون ألقيت الضوء على الأهمية. مكونات المقدمة زي ما ذكرنا اللي هي طبعاً دراسات سابقة، النولج جاب، الهايبوثيسس، الكوستشنز، الإمباكت، الأبروشيس اللي أنا حأعمله كله في هذه الدراسة. مواصفات المقدمة لابد أنها تكون شيقة متسلسلة. في المقدمة أغلب المدارس في البحث العلمي بتقول إن من الأفضل أنها ما تحتوي على سبتايتلز، يعني تكون باراجراف واحد كأنها قصة، تأخذ السرد القصصي، ما أحط مثلاً الجودة تعريف، لا ما ما أبدا ما ألجأ لهذا الأسلوب، أكتبها بشكل كأني بأروي قصة عن بحثي، كيف بدأ وكيف انتهى، أهميته وتأثيره. فالمقدمة بتأخذ شكل الباراجراف الواحد من غير سبتة، يعني من غير سبتايتلز، يعني من غير عناوين فرعية وعناوين جانبية، تكون كذا مكتوبة بشكل. فهذه هي المقدمة، تمام؟ الايمز والاوبجكتيفز، انا لاحظت كثير صراحه من خلال يعني ما واجهت انه في شويه لخبطه بين الايمز والاوبجكتيفز. عندكم فكره عن في فرق في رايكم ولا ما في فرق؟ اعطوني رايكم. ها رايكم في فرق ولا لا؟ ما اسمع اجابات اذا سمحتوا الموجودين. في فرق بين الايم وايش هو الفرق؟ أكيد فرق كبير، ممتاز. إيش هو الفرق يا منى؟ إيش هي اللي بالعربي؟ إيش هي؟ الإيم يعني الجول، الهدف. الأوبجكتيفز يعني كيف أشرحها؟ يعني هدف عام وأهداف أساسية، بس في الإنجليزي بنسميها إيمز، جول، أوبجكتيفز، أهداف. يعني الايم الهدف، الجول الهدف الاساسي من البحث. احسنتي ولدا. اذا في فرق. اول حاجه لازم اعرف اني انا لما اجي اكتب ايمز وابدا اقول البحث
بيعمل ايدنتيفاي، بيعمل ماتش، بيعمل سيلكت، بيعمل اكسبلين، هذا غلط غلط. اكاديمي فادح عفوا. الايمز بيعتبر لونج تيرم، يعني حاجه كبيره. جنرال ستيتمنت يعني عام، لايك استراتيجي يعني حاجه استراتيجيه، فور لونج تيرم، فور حاجه يعني حاجه كبيره، تمام؟ انه يتحقق هذا البحث من فعالية كذا تجاه كذا، شيء كبير جدا وبيحتاج وقت طويل جدا. الأوبجكتيفز اللي هي الأهداف الدقيقة، السبيسيفيك تارجت اللي أنا حستخدمها، حبدأ أستخدم فيها أفعال ذكية، سمارت، بسميها سمارت أوبجكتيفز. لازم أتأكد أني أنا بأستخدم الأفعال الصحيحة. يعني في النولج حقول ديفاين، ايدنتيفاي، ليست، سيلكت. في الأبليكيشن حقول أبلاي، demonstrate, use. في الاناليسس حقول analyze, outline, test, distinguish. فلازم الـ evaluation حقول assess مثلا، compare, justify, measure, select. فالـ objectives بسميها smart objectives اللي هي smart goal can't be measure، يعني أنا حأقدر أقيسها، قابلة للقياس، ولازم تكون short time. يعني أنا حيكون عندي مجموعة من الأهداف، حيكون عندي aim واحد في بحثي ومجموعة من الobjectives. okay، الaim حيكون كبير وعريض وعام، ويعني for long time، for وقت طويل لوقت طويل. الobjectives حيكون دقيق محدد قابل للقياس ومعروف، يعني أنا حأعرف إيش الأداة اللي أنا حستخدم فيها، سواء كان knowledge أو ال application ولا analysis ولا evaluation، تمام؟ فهذه لازم أحطها في اعتباري وأنا أكتب إنه إيش الفرق بين الـ aim والـ objectives وكيف أصيغ الـ objectives، تمام؟ واضح يا جماعة؟ واحد أعطوني واحد إذا واضح. واضح؟ تمام، يعني ننتقل للشريحة اللي بعدها. إذا تكونت صورة عندي الآن واضحة بالنسبة للمقدمة وبالنسبة للأيم والأوبجكتيف، ممتاز. الدراسات السابقة literature review، what does that mean، ولماذا نكتبها في البحث، وما هي قيمتها، والصعوبة الكبيرة اللي حنعانيها في literature review. حناخذ اليوم استراتيجيات أساسية وتولز مهمة جدا تجعل من الدراسات السابقة متعة حقيقية وتضفي على بحثي قوة وثبات ورصانة. لما أنا أجي أول شيء مبدئيا أقول إيش هي الدراسات السابقة؟ ما هي الدراسات السابقة؟ الدراسات السابقة هي مجموعة من الدراسات قام بها باحثين سوفار إلى الآن، يعني إلى الآن لازم أكون حديث، ولازم ما أكون قديمة أروح من، لازم أخذ الدراسات الحديثة، تمام؟ لابد أن أتأكد أن مصادر دراساتي السابقة رصين، يعني أنا رجعت لمواقع أكاديمية ومحركات بحث أكاديمية ومجلات الإمباكت فاكتور تبعها عالي وكتب قيمة، وهذه كلها لازم تكون in my يعني account لما أنا أعمل literature review، تمام؟ إذن الآن هذا كلها الاستعدادات عملتها، عرفت أنا إيش هي المحركات البحث الأكاديمية، ما ألجأ أبداً طبعاً لأي محركات، ويكيبيديا لا تعتبر مرجع أكاديمي، منتديات طبعاً أكيد عارفين أن إحنا ما هي ولا أي بيبر كمان في جوجل سكولر ممكن أني أخذه وأعتمده في بحثي، لازم مجلاتي تكون هاي ريسايتد ومحكمة وقوية ومن مصادر موثوقة. فهذا أول ستيب. ثاني ستيب إني أنا أبدأ أجمع الدراسات، أجمعها على أي أساس؟ أنا الآن عندي فجوة بحثية، بعد الفجوة البحثية حطيت مثلاً نجي نقول خلاص واضح عندي المين كونسبت. قبل ما أبدأ يا جماعة الدراسات البحثية لازم يكون عندي فكرة عن العنوان. إحنا عندنا هنا في السعودية أتوقع إنه العنوان يكون فيكست، يعني ما يتغير، هذا اللي أنا فهمته. يعني لما أنا أضع للدراسات العليا عنوان من ال ما أنا فاهمة صراحة ليش، يعني أنا معترضة جدا على هذا الموضوع، ما عندي فكرة ليش إنه إحنا ما نغير العنوان. يعني العنوان حاجة ما هي، يعني أنا ممكن ما أغير الفجوة والمشكلة، لكن ليش ما أغير العنوان؟ العنوان شيء قابل للتغيير، فعدم تغيير العنوان هذه أنا ما أنا فاهمة هي ليش هنا يعني محرمة.
أنيهاو يعني، لكن الموضوع اللي هو إيش في الليترشر ريفيو، إيش حكتب في الليترشر ريفيو؟ حشوف العنوان إيش ظهر فيه، أوكي، إيش الكونسبت اللي ظهرت في العنوان. مثلاً العلاقة بين مثلاً السموم الفطرية في الأغذية والإصابة بالسرطان، أوكي، هذا عنواني، تمام. إيش العناصر اللي ظهرت في العنوان؟ جاوبوا، خليكم معايا، أوكي، إيش العناصر اللي ظهرت؟ أعطوني إجابات. إيش العناصر، العلاقة بين السموم الفطرية وفي الأغذية والسرطان، إيش العلاقة، إيش كيف أبدأ أسوي literature review هنا؟ إيش أول نقطة أعملها؟ إنه أنا لابد ولدت حعرف كل الكونسبت اللي ظهرت في العنوان وأبدأ أتكلم عنها في literature review as السبتايتلز. إحنا في المقدمة ما كتبنا عناوين، هنا حنكتب عناوين، أوكي؟ لازم أنا أوضح للقارئ في الليترشر ريفيو كل الكونسبت اللي أنا حأتكلم عليه، أوكي؟ فحأبدأ أتكلم عن السموم الفطرية، الفطريات، الأغذية، السرطان، هذه الأشياء وأشرحها، أوكي؟ أوضحها للقارئ. طيب، هذه أول مهم، مو بس كذا إن إحنا نجي نحط المعلومات، هذا ما هي literature review أبداً، لكن أنا بقولك أول المحتويات لل literature review، تمام؟ أول خطوة، لا نفهم إن إحنا حنجي نكتب عن السرطان وكذا نرص المعلومات، لا أبداً، literature review أبداً ما بتكون، لازم أوجد مصنع أنا أنتج فيه دراسة خاصة فيني بتجمع كل الدراسات. كيف؟ يعني أكتبها بشكل نقدي، لازم أضع فكرتي وشخصيتي من خلال الربط بين الدراسات وتحليلها في سياق جدلي. كيف يعني سياق جدلي؟ يعني in simple way، يعني أظهر، يعني أعمل مخاصمة كذا في literature review really، لأنه في المقدمة إحنا كانت الأمور كلها في safe side، يعني أنا أعطي بس انطباع قوي للقارئ. في literature review لازم أعمل سياق جدلي، يعني أقول إن هذا الكاتب اعترض مع هذا الكاتب في هذه النقطة، وهذا الكاتب اتفق مع هذا الكاتب في هذه النقطة، وهؤلاء المجموعة اتفقوا في كذا واختلفوا في كذا. أعمل arguments في literature review، لازم يظهر عندي سياق جدلي. كيف؟ طيب كيف نحل هذه الإشكالية الكبيرة والمعقدة والصعبة؟ يعني أنا لما أقول هذا الكلام ممكن يكون سهل، لكن لما أجي أخذ الدراسات وأطبقه حيكون صعب جداً. كيف أعمله؟ أعمل حاجة بأسميها الماتريكس ميثود فور literature review. من عنده فكرة عن هذا الميثود أو هذا التول؟ من عنده فكرة عن الماتريكس ميثود فور literature review؟ في أحد عنده فكرة؟ لا، ما هي مراجعة. الماتريكس ميثود فور هي تولز بنستخدمها عشان المصفوفات. ولدة استخدمتيها يا ليلى؟ طريقة المصفوفة ولدة استخدمتوها قبل كذا؟ أيوة. لا، الماتريكس ميثود فور literature review استخدمتوا هذه المصفوفة عشان. طيب كيف حنستخدمها في عملية الليترشر ريفيو؟ حنجيب الدراسات السابقة، نقول 10 15 دراسة، it's enough، okay؟ وحنعمل مصفوفة، أعمدة وصفوف. حنبدأ في العمود الأول، حنكتب الكاتب، اكتبوا هذه الملاحظات لو تكرمتوا، الكاتب، السنة والعنوان، okay؟ العمود الثاني حيكون عندي الأبستراكت، الخلاصة، أوكي؟ الثالث حيكون my finding، ما أنا اللي حصلت عليه من خلال هذه الدراسة، أوكي؟ فأول عمود حيكون الكاتب، السنة، العنوان، ثاني عمود حيكون الخلاصة، الأبستراكت، ثالث عمود حيكون my finding، أنا ما يعني my finding يعني اللي أنا توصلت إليه، مفهومي، أوكي؟ طيب كتبت الكاتب والسنة والعنوان، أخذت الدراسة الأولى، خلاص 2000، طبعاً ما ححط 1990، ححط إيش؟ 2000 حديثة، كلها بتكون حديثة، 2014، 15، 10 at least يعني.
الدراسات لابد أن تكون كلها حديثة ابتداء، تمام؟ وضعتها هنا، وضعت الكاتب والسنة والعنوان. طبعاً هذه بنعملها أفضل في الـ في الـ يعني في الوورد أو في الإكسل. حأخذ الخلاصة كوبي أند بيست زي ما هي الخلاصة بس الأبستراكت وأحطها في الـ في, الـ في الجدول. بعدين أنا أبدأ أشوف إيش وجدت، إيش مفهومي من الخلاصة، إنه مثلاً هذا الكاتب ما حأقرأ ولا أي شيء ثاني غير الخلاصة، أوكي؟ حقرأ الخلاصة مرة ومرتين وحأشوف أنا إيش وجدت، أوكي؟ حلو يا ليلى، ممتاز. فحلاقي أنه أنا مثلاً خرجت من الخلاصة هذه ما يزيد الموضوع عن سطر أو سطرين اللي ألاقيه، يعني ما حكتب خلاصة ثانية، حلخص كل الخلاصة في سطر أو سطرين اللي هو أهم حاجة ما توصلت إليه الدراسة، أوكي؟ سطر أو سطرين بالكثير. هذه الدراسة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، العاشرة. حتبدأ تظهر عندي إيش؟ حتبدأ تظهر عندي الجدلية، حتبدأ تظهر عندي شيء دراسة وافقت دراسة ودراسة تعارضت مع دراسة، من تعارض مع من ومن اختلف، وأبدأ أنا أجمع وأبدأ أكتبها in academic way. كيف يعني؟ ما أجي أرص الدراسات أقول لقى فلان كذا وفلان لقى كذا وفلان لقى كذا، طب يعني ما في، it doesn't make sense. يعني أنت ما عملتي جدلية في الموضوع، ما عملتي literature review. literature review ما تنكتب كذا إطلاقا. أنا أكتب ما وجدته، ما اتفق فيه الكاتب مع الآخر أو ما اختلف فيه، ورأيي، أضع رأيي في الموضوع. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا قرأت 4 دراسات بتتفق على أنه النباتات مثلا اللي من فصيلة معينة عندها مثلا بروتين، البروتين هذا مضاد يعني للميكروبات بشكل عام. في دراسة أخرى قالت أن هذا النوع من البروتين ما بيكون مضاد إلا للفطريات، بقية الميكروبات ما بيكون فعال تجاهها. إذن بالرغم، أبدأ أستخدم إيش؟ مصطلحات أكاديمية. بالرغم أن مثلاً دراسة كذا وكذا وكذا أشارت إلى، طبعاً بالرغم اللي هي حستخدم مصطلحات أكاديمية لازم أكتبها، لازم يكون عندي بنك. لما أكون باحث لازم أعمل بنك للأكاديميك وورد والأكاديميك سنتنس، أوكي؟ يعني الـ likewise، though، however، كلمات كثيرة جدا لازم أكون ملمة وعارفة يعني كيف أكتبها، hence، therefore، despite. هذه الأشياء كلها أستخدمها، لازم أستخدم لغة أكاديمية، ما أتكلم عادي زي لما أنا يعني لما يمر عليك بحث ما في هذه المصطلحات الأكاديمية تأكد إنه هذا بحث ضعيف أكاديميا. في بلوكات أكاديمية لازم أنا يكون عندي بنك كامل لهذه المصطلحات أبدأ أفعلها في الدراسات السابقة. إذا أنا وجدت هذا البنك اللي هو عبارة عن مصطلحات أكاديمية، حتلاقوها في كتب كثيرة جدا اللي هي المصطلحات الأكاديميك وورد اللي هي بتعمل الكونتراكت وبتعمل الأرجومنت كلها حنستخدمها في الدراسات السابقة. إنه مثلاً بالرغم من أن دراسة كذا وجدت كذا، إلا أنه مثلاً أثبتت دراسة أخرى أن هذا النبات غير فعال تجاه الفطريات، ومثلاً نجي نربط بين هذا الاثنين ونقول أنه قد تكون هناك مجموعة مثلاً من العناصر الفعالة اللي تم تثبيتها، أوكي؟ يبدأ يضع الكاتب رأيه بناء على الدراسات أيضا السابقة اللي هو درسها وأفق المعرفة. إذا عرفنا كيف نكتب literature review، لابد أن نتكلم عن كل الكونسبت ونتحدث باستفاضة، لابد أن نبني العلاقة بين الدراسات السابقة، عدد الصفحات غير مهم، لابد أنه نحدد ما تم التوصل إليه يعني إلى الآن، ونحدد على أساسه research gap، نحدد المفاهيم ونبني الفرضية. هذا كله يكون في الليترتشر ريفيو، يعني ولازم أبنيها بطريقة تكون قوية. يعني لما أنا مثلا خلونا نجي نكتب
باراجراف مثلا في الليترشر ريفيو، اول حاجه بكتب باراجراف بيكون اوبننج مقدمه، وبعدين اكتب فكرتين معينه في الباراجراف الثاني وفكره في الباراجراف الثالث، حاجي اخذ ملخص الباراجراف الثاني وملخص الباراجراف الثالث وادمج الفكرتين مع بعض هل هي تعارضت او اتفقت، واضع وجهه نظري. واضح؟ واضح؟ اعطوني واحد اذا واضح. ممتاز. لازم ارتكز على الكلمات الاكاديميه وادرسها وادونها واستخدمها في الكتابه بشكل مستمر. لازم استخدم الكريتيكال ثينكينج، يعني التفكير النقدي. ايش يعني التفكير النقدي؟ اللي احنا قبل شويه شرحناه، اوكي، انه انا اربط واقول هذا يعارض هذا وهذا يتفق مع هذا، هذا هو التفكير النقدي، واضع رايي. تمام. ما نكتب الدراسات ابدا بشكل منفصل، هذا غلط كبير. برضو ارجع استخدم الفانل ثيوري اللي هو اكتب بشكل عام، مثلا this results confirm findings by كذا، لكن هذا مثلا بيختلف مع كذا اللي هو مثلا اظهر كذا. اوكي، هذه هي الليترشر ريفيو، شويه بتاخذ وقت، لكن لو احنا استخدمنا الماتريكس، الماتريكس بتعطينا يعني بتعطينا باور مره كبير لل بتعطينا باور مره عالي لل في الكتابه، وبتسهل علينا المهمه. ولازم اكتب اشياء بتكون مرتبطه زي ما ذكرت بالدراسه، ما اروح اجيب دراسات ما لها اي علاقه بموضوعي او لها علاقه لكن العلاقه ضعيفه. طيب بالنسبه للريزلت والديسكشن، الوقت ما اعرف كيف الريزلت والديسكشن في البحث، حاجيب على الاسئله. اوكي، ما اجي بس احط انا استعرض الريزلت طبعا بطريقتي، بعدين حبدا ادعم النتائج اللي انا وصلت اليها. كيف ادعمها؟ بالاستعانه بالدراسات السابقه التي يعني اللي تعرض لها البحث. البحث الان تعرض لمجموعه كبيره من الدراسات كلها كانت لها علاقه، بعدين انا عملت تجارب. اوكي، فحادعم النتائج هذه بالدراسات، ما راح اروح اجيب دراسات مختلفه، نفس الدراسات اللي استخدمتها في الليترشر ريفيو حابدا اطلعها وادعم فيها نتائجي، انه هذا اتفق مع ما توصل اليه الدراسه في كذا وكذا، ورغم ان ذلك مثلا يخالف ما وصل اليه الكاتب في دراسة قام بها، إلا أن تفسيري لذلك، أضع تفسيري، لازم أحلل. في الديسكشنز لازم أضع تفسيرات لأي شيء أو أي نتيجة اختلفت أو مع دراسة أخرى. يعني مثلا أنا دراستي اختلفت أن مثلا السموم اللي بيتم إفرازها بتكون عالية جدا، يمكن عشان البيئة، أو لازم أفسر، أو أنه عشان النوع الميكروب أو السبيشيس بيختلف، فلازم أعطي تفسيرات. لازم تظهر النقدية مرة أخرى في العرض والمناقشة والتفسير، الاختلاف والشبه بين دراستي أنا والدراسات السابقة. هذا كله حنعمله فين؟ في الديسكشن. وكمان الأهمية اللي الأهمية اللي طبعا حتعرضها الدراسة. اوكي، واضح؟ واضح؟ تمام. طب هذا بالنسبة للنتائج. طبعا الخاتمة لابد ان تحتوي على مجموعة من العناصر الأساسية، لابد ان يكون فيها انا لايش وصلت، ايش الفايندينج اللي انا وصلت له، انه انا النوفاليتي يعني اللي انا توصلت اليه، الامباكت اوف ماي ستدي يعني تاثير دراستي في المنطقه اللي انا فيها، ما هو التاثير الدراسه، لابد ان يكون في الخاتمه ايضا الريكومنديشن فور فيوتشر ستدي، يعني لازم يكون فيها التوصيه وتاثير الدراسه وابرز النتائج. هذه مكونات الخاتمه، عناصر الخاتمه الجيده: novel results of this study و offer a few of the research finding، يعني الأشياء اللي وجدناها، the impact of my result و recommendations for future study، يعني إيش ال recommendations، إيش التوصيات اللي أنا حاوصيها في دراستي. هذه عناصر أساسية جدا لابد أن تتوفر في الخاتم. إذا لابد أن نعلم أن لكل عنصر معايير خاصة، تمام؟ المعايير هذه لابد أن أضعها في عين الاعتبار قبل ما أبدأ،
وأثناء ما أقرأ وأثناء الكتابة وبعد الكتابة. يعني بعد ما أنتهي من الكتابة لابد أن أعرض أحكم ما كتبت، هل هو فعلا خضع للمعايير ولا ما خضع، لأنه أثناء كتابتي يمكن مررت بمرحلة صعبة وما عرفت أقيم وأنقد فلابد أنه المعايير هذه أخضع لها بحثي قبل وأثناء وبعد، لكي تخرج الكتابة بطريقة رصينة وواضحة. طيب، مهارة القراءة البحثية. طبعاً أنواع القراءات عندنا قراءة عادية، قراءة for just يعني enjoy، قراءة إنه عشان أستفيد، قراءة عشان أقضي وقت، لكن القراءة البحثية بتختلف تماماً عن القراءات العادية. القراءة البحثية بتمر بمجموعة من المراحل، حيكون عندي قراءة سريعة في البداية عشان أعرف هل هذا البيبر فعلاً بينتمي لي ولا لا. بعد ذلك صف العرض. العرض ما هو واضح عندكم؟ عند الكل يا منال؟ اللي أعطوني واحد إذا ما عندكم العرض. صافي؟ طيب ليه؟ لا تمام، عندي واضح؟ أوكي تمام، شايفين الصورة؟ good. طيب، إذن بالنسبة للقراءة البحثية بتعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات. عشان أنا أقرأ لازم أقرأ في البداية قراءة سريعة. ليش أقرأ قراءة سريعة؟ عشان أخذ فكرة عامة، هل هذا فعلا بينتمي لبحثي ولا ما حضيع وقتي. فأقرأ قراءة سريعة بينتمي، يصير خلاص أبدأ أضعه عندي في النوت، في المندلي، في يعني whatever، إيش الشيء اللي أنا حنظم فيه قراءتي. فوضعته أبدأ القراءة، تبدأ عملية أنه أنا أقرأ بعدين أشوف الأجزاء المهمة اللي أنا أركز عليها. مش كل البيبرات أنت مطالبة أنك أنت تقرأيها من إلى، يعني إحنا قلنا في الليتشر فيو حنركز بس على الأبستراكت، وطبعا مش بس على الأبستراكت حنقرأ، بس يعني عشان نبني جدلية ممكن أن نبنيها من خلال الماتريكس اللي أنا وضحتها. لكن في أشياء لازم أكون عارفة أنها ما حتضيف لقراءتي شيء، لي الميثودولوجي اللي استخدمه، خاصة أن أنا بأبني الليترشر مثلا للريفيو، مش ما أبني مثلا بأدور على أداء. فأنا حروح أشوف أقرأ الريكومنديشن، الخلاصة، الكونكلوجن، الأشياء اللي حتعطيني المفهوم العام. بعد ما أقرأ أبدأ أعمل تصور ذاتي، أطرح الأسئلة، ليش، لماذا هو، ليش وصل لهذا الاستنتاج، كيف وصل لهذا الاستنتاج، أبدأ أحلل. كي لابد أن أضع تصوري الذاتي في القراءة، هذه القراءة البحثية، مش أني أقرأ وأخذ ما كتبه الكاتب من غير تصوري. لابد أن أعرف هو ليش قال كذا، ولماذا قال، وكيف، ولو، وماذا لو، وأبدأ أحرر المجموعة من الأفكار وأدونها الكتابة في وقت مبكر، وأركز على الكلمات الأكاديمية. وأنا بقرأ حتظهر عندي كلمات رائعة وجميلة، خاصة لما أستخدم دبرات قوية لأشخاص يعني بيعتبروا عالم في هذا المجال، فحلاقي قراءة يعني فحلاقي مقالات رصينة فيها كلمات أكاديمية قوية وعبارات أكاديمية قوية. فأبدأ أخذ هذه العبارات وأبدأ أبني منها مفهوم يخصني أنا، كيف أنا فهمت ما تطرق إليه هذا الباحث، اللي هو بسميه again critical thinking، وأنا أبدأ أعيد الصياغة بمفهومي، أحلل، أربط بين الأفكار. أوكي، ألو، أي دكتور، هلا،
عفوا أنا بس قطعت الصوت، الحين حنرجع. إذن وصلنا الآن للقراءة والكتابة النقدية، هي حتاخذ نفس المعنى، إنه أنا لابد في البداية إنه يكون عندي بنك للكلمات الأكاديمية، في كلمات أكاديمية لازم أكون عارفتها ولازم أستخدمها، أوكي؟ يعني لازم أكون على علم كبير بهذه الكلمات وكيف أستخدمها ومتى، مثلاً كيف أدرجها، كيف أنه أنا أقرأ وأنا أبدأ أحلل وأنا أكتب بمفهومي. زي لما سبتكم اليوم ما أعطيتكم المعلومات، قلت لكم أنتوا افهموا مني وأكتبي إيش فهمتي، أنت حاكمي النصوص عالجيها بطريقتك، أوكي؟ وفي مثال على مثلاً جمل نقدية، مثلاً these findings are consistent with result from who showed، فهذه الأشياء لازم أستخدمها. هذه الأشياء كلها حتطلع معايا مع القراءات البحثية اللي أنا حأقرأها. في حاجة كمان مهمة أبغى أشير ليها، اللي هي بنسميها الـ hedging words. ما أعرف إذا عندكم فكرة عن الـ hedging words ولا لا، اللي عنده فكرة يعطيني واحد. سمعنا قبل كده عن الـ hedging words في الكتابة الأكاديمية ولا لا؟ الـ hedging word أتوقع أن هيدجينج يعني بسميها زي لما بأعمل احتياط، تحوط، كلمات تحوطية. كلمات التحوط الأكاديمي هذه مهمة جدا، لازم أعرف متى أستخدمها ومتى ما أستخدمها. اللي هي مثلا حاعطيكي مثال عشان تكوني عارفة، as far as this مثلا author is aware، يعني بالنسبة على حد علم الباحث، أوكي؟ إنه هذه الدراسة تشير إلى أنه مثلاً هي الأولى على حد علم الباحث، على حد علم الباحث، هذه بسميها hedging word اللي هي كلمة التحوط. لا، مش الابتعاد عن التخصيص والعموم، لا، اللي هي بسميها التلطف، يعني أنا ما بأعطي صرامة لنتائجي، to the best of the author knowledge، إنه بالنسبة ل يعني مستوى علم الباحث أو ما يصل إليه مستوى علم الباحث، إنه هذه الدراسة مثلاً هي الأولى مثلاً، أو we could، أو مثلاً this study's results are likely due، are likely، likely هذه likely بأسميها hedging word. الhedging word هي كلمات أساسية بسميها كلمات التحوط، أستخدمها في عند استعراض نتائجي، لكن لابد أن أكون حذر. يعني ما بأعطي القارئ إني أنا متشككة في نتائجي، لكن في بعض الأحيان بأستخدمها عشان أعطي نوع من الاحتياط في إن هذه النتائج قد تكون likely or could be، أوكي؟ فهذه مهمة. تمام، مرت علينا. أيوة، هي احترازات، أحسنتي، ولدن، احترازات أو تحوط. فهي بتعطي هذا المعنى، الاحتراز أو التحوط، لكن أنا لازم أكون حذرة عند استخدامها. يعني it could be the case، it might be suggested، it maybe said that، هذه هي العبارات. لازم يكون عندي كباحثة بنك كامل لكل الـ hedging words، لكل الـ critical words، فهذه حتساعدني كثير في عملية البحث. أتوقع أن حيكون من الصعب أن نقدر نكمل، يعني عمل إحاطة إن شاء الله بالأمور المهمة، حاولت قد ما أقدر أنه يعني ألقي الضوء على أهم الأساسيات اللي ممكن تجعل منا باحثين قادرين على إنتاج بحث جيد. أتمنى أنه كانت الجلسة ماتعة لكم، وأتمنى أنها يعني وصلت يعني لتطلعاتكم، وبإذن الله تعالى نرى منكم باحثين قادرين على إيجاد يعني بحوث رائعة وذات إمباكت عالي للمجتمع، وتكونوا إن شاء الله خير يعني ممثل لهذا البلد. وهذا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وشاكرة لكم حضوركم، ويعطيكم ألف عافية.